كويس كده، اظن كويس كده. طيب بسم الله الرحيم. احنا امبارح اتكلمنا، غطينا جزئين اللي هو الايروديناميك موديلنج والكاينماتكس ديزاين. النهارده ان شاء الله نغطي بقيه الثلاث اجزاء. نراجع بس كده، قلنا ايه اللي كان يعني مميز الفلابنج فلايت عن الكونفنشنال ايركرافت. يعني ان هو قلنا فيه موتيفيتنج ابلكيشنز هنتكلم فيها تاني، وقلنا في تكنيكال تشالنجز ان عاده هتلاقي الفلابنج فلايت واصل لاخر حاجه في العلم في الديسيبلين ده، في كل ديسيبلين. قلنا في الايروداينامكس، الايروداينامكس بتاع الفلابنج فلايت نون لينير وان ستيدي وفيها نون كونفشنال كونتريبيوتورز تو ذا ايروداينامك لودز، واتكلمنا فيهم بالتفصيل امبارح. قلنا في الداينامكس كنترول فروم ذا داينامكس برسبكتيف، يعني الداينامكس بتاعت الفلابنج فلايت بتمثل سيستم نون لينير وتايم فارينج سيستم. يعني غير ما احنا كنا بندرس طول عمرنا لينير تايم انفارينج سيستم، لا ده نون لينير تايم فارينج، او بيسموه نون اوتونوموس سيستم. الكنترول وايز هو كمان نون لينير تايم فارينج واندر اكتويتد ميكانيكال سيستم. اندر اكتويتد يعني عدد الاكتويترز اللي فيه اقل من الديجريز اوف فريدم، يعني ما عندكش from the outset كده ما عندكش ability to generate forces في كل directions، forces and moments في كل directions. فطبعا technical challenge كبيرة بالنسبة control wise، يعني أصلا كدراسة stability حتى يعني تدرس stability إزاي. فإحنا اتكلمنا امبارح قلنا على aerodynamic modeling kinematics design، إن شاء الله النهاردة نحاول نغطي يعني نبذة عن الداينامكس والكنترول والاكتويشن ميكانيزم. وقلنا عادة يا عامة بنحكي قصة يا بنقول في gaps إيه اللي في literature، نفتح points او اي بروبوزد سولوشنز احنا عملناه. يعني نبدا بالدايناميك ستابيليتي. انت عندك كده كده الوينج بيتحرك بالنسبه للبادي، دي ما كانتش موجوده في الكونفنشنال ايركرافت قوي، حركه مستمره بالنسبه للبادي. ف هتثبته ازاي بقى كده؟ حط عليه بتاع بس ده مش تقيل اهو. بص اوكي. طيب في حركه الوينج المستمره بالنسبه للبادي، لان هو بيأكسلريت ويديسلريت، فاذا في انيرشال فورسز. انيرشال فورسز دي تو بي انديوسد على البادي، يعني في فورسز جت جاست من حركه الجناح، مش ايروداينامكس، من حركه الجناح على البادي، صح؟ طيب عاده يعني لو احنا انترستنج في الهافرنج فلايت، فحركة الجناح بتبقى سيمتريك. يعني ايه سيمتريك؟ يعني سيمتريك الاثنين مع بعض زي بعض، وكمان الداون ستروك زي الاب ستروك. فالفورسز الانديوسد من الداون ستروك بتلاشي الفورسز الانديوسد من الاب ستروك، لان هما اثنين ايدنتيكال، تمام؟ انيرشال فورسز، الفورسز اللي جايه من حركه الجناح، تمام؟ وبالتالي اون ذا افريج تقدر تنجلكت الانيرشال فورسز. هتكلم ماشي، هعلق على النقطه دي كمان شويه. يعني انا رايي الشخصي مش ما ينفعش دايما تنجلكت الانيرشال فورس، بس في حالات كتيره ينفع تنجلكت فيها الانيرشال فورس، هنتكلم فيها بعد شويه. طيب وبالتالي هتلاقي اولموست كل الدراسات اللي طلعت لحد دلوقتي بتنجلكت الانيرشال فورسز، الفورسز اللي جايه من حركه الجناح على البطن، تمام؟ دراسات نادره قوي هي اللي بتشوف ايه تاثيرها، يعني مش تعمل اناليسيس كامل وتدخل معاها كمان الانيرشال فورسز اللي جايه من الوينج موشن، لا هو بس يشوف ممكن تغير في ايه. فخلينا طب نشوف لو احنا هنهمل الانيرشال فورسز دي في الاول ايه اللي هيحصل. يعني هتلاقي نفسك خلاص انت اهملت الانيرشال فورسز اللي جايه من الجناح، يعني من الاخر الجناح ده كله بيديهولك الايروديناميك فورسز، فهو بالنسبه لك زي الجناح العادي بتاع الطياره الفيكسد وينج، بيديك شويه ايروديناميك فورسز، تمام؟ وتلاقي نفسك معاك نفس السيت اوف ايكويشنز، دايناميك ايكويشنز بتاع الطياره العاديه، وتقدر تقسمهم للونجيتودينال واللاترال وكل الشغل اللي احنا نعرفه. ودي المعادلات اللونجيتودينال اكزاكتلي هي يو دبليو كيو سيتا لو فاكرينهم اللي خدوا اوتو بايلوت، او حتى فلايت ميكانيكس سنه ثالثه. وده الانيرشال لودز والجرافيتيشنال لودز، ودي الايروداينامك لودز هناك الناحيه الثانيه. هو بس عشان الترمينولوجي، عشان يمكن هقول الكلمه دي كتير، ده احنا بنسميه في النون لينير داينامكس بنسميه فيكتور فيلد. ده فيكتور فيلد، ده فيكتور فيلد. فيكتور فيلد هو الفيكتور اللي اقدر اجنريت بيه موشنز في الستيت سبيس. يعني ده اكس دوت بتساوي حاجه، الحاجه دي هي فيكتور فيلد. اكس دوت عندنا في اللينير سيستمز كانت بتساوي ايه؟ اي اكس، اي اكس ده فيكتور فيلد، تمام؟ يعني ما علينا، مش عايزين نخش فيها كتير. المشكله هنا بقى ايه؟ ان انت عندك الليفت ودراج الايروديناميك لودز دي اسينشالي تايم فيرينج. في الكونفنشنال كرافت ما كانوش اسينشالي تايم فيرينج، يعني حتى في الكروز خلاص
ليفت اند الويت والثراست اند الدراج والميتش مومنت زيرو وخلاص. هنا لا، انا حتى في الهافرنج ستيدي هافرنج المايكرو ايرفيك الواقفه الجناح رايح جاي عمال يسرع ويبطئ، والاير دايناميك لودز تتناسب مع السرعات، وهو كمان غير ان هو بيغير سرعته بيغير الانجلز اوف اتاك بتاعته. فالاير دايناميك لودز تتناسب مع السرعات والانجل اوف اتاك اللي هي بتتغير اسينشالي مع التايم، وبالتالي الاير دايناميك لودز اسينشالي بتتغير مع التايم، وهو ده اللي بيخلي بيدي للدايناميك سيستم طبيعه التايم فاريو. هو نون لينير، هو اصلا معادلات التيار نون لينير كيو دبليو ساين وكوساين، خليتها بقى كمان تايم فاري، فبقت نون لينير تايم فارينج سيستم. هندرس له الاستابيليتي ازاي ده؟ تعال نشوف ندرس دراسه الاستابيليتي بتاعت اي نون لينير تايم فارينج سيستم ازاي. كرم ربنا الحمد لله يعني ان هو مش اربيتري تايم فاريشن. لو اربيتري تايم فاريشن مفيش طريقه يعني الجوريزميك كده 1 2 3 4 تروح تدرس استابيليتي. ممكن بقى نعمل سيموليشنز، وبيعملوا سيموليشنز بطرق معينه عشان تشوف ايه والله البيهيفير بتاع السيستم ده يبقى هيبقى عامل ازاي، لكن دراسه استابيليتي يعني الجوريزميك ماثيماتيكالي كده مش موجوده لاربيتري تايم فاريشن. تايم فاريشن هنا مش اربيتري، هو بيريودك، ليه طبيعه معينه يعني بتغير بيريودك، بيكرر نفسه يعني بيكرر نفسه مع الوقت صح؟ الحركه في الجناح بتكرر نفسها مع الوقت. لو انت بتتكلم على ستيدي هافرنج وبالتالي الايروديناميك لودز بتكرر نفسها مع الوقت بيريودك. فهو نون لينير تايم فارينج، بس مش تايم فارينج اي تايم فاريشن وخلاص، لا هو نون لينير تحديدا تايم بيريودك سيستم. تمام؟ فاحنا تعال نشوف ازاي ندرس ستابيليتي للنون لينير تايم بيريودك سيستم. من الاخر ستابيليتي اللي احنا نعرفه ايه؟ بولز. هي برضه بتصفصف على كده، بتصفصف على بولز في الاخر. بس انا اجيب البولز دي ازاي؟ هما طريقتين موجودين في كل الدنيا، بس في كتب الادفانسد قوي في النون لينير داينامكس تلاقيهم. ان انت ازاي تحول من نون لينير تايم بيريودك سيستم ان انا اجيب المودز بتاعته في الاخر اللي هم زي ما تقدر تقول بولز. هو حاجه من اتنين، في سكتين، في سكه ان انا اعمل الاول اشيل التايم فاريشن. اشيل التايم فاريشن ازاي؟ اعمل افريجنج على السايكل. نعمل افريجنج، ده هو الوحيد اللي فانكشن في التايم. نعمل له افريجنج على السايكل التايم يعني كامل يعني. انتجريت بالنسبه للتايم، تكامل محدود، التايم يختفي ويبقى لي اكس دوت بتساوي فانكشن في اكس. خلاص على كده بقت نون لينير تايم انفاريانت سيستم. عملوا لينيرايزيشن، الشغل العادي بتاعنا، تقدر تجيب المودز. او سكه ثانيه، سكه ثانيه دي نتكلم فيها شويه، نتكلم عموما في اثنين بالتفصيل. ان انا اجيب البريودك اوربت. طبعا يعني ايه بريودك اوربت؟ خلينا نتكلم فيها السلايد الجاي. اجيب البريودك اوربت، اعمل لينيرايزيشن، اجيب لينير تايم بريودك سيستم، وبعدين اطبق في لوكي ثيوري. هو الحال البرانش ده قعد شويه، تعال نشوفه كده بالتفصيل. يوز اوف لوكي ثيوري، هو طريقتين لدراسه النون لينير تايم بريودك سيستم، يا افريجنج ثيوريم يا فلوكي ثيوري. ايه الاثنين دول وبيعملوا ايه؟ قال لك اول حاجه عندك نون لينير تايم بريودك سيستم بالمنظر ده، روح هات البريودك اوربت. ايه البريودك اوربت دي؟ الحته دي الستيب دي صعبه جدا جدا جدا، في 99 اكتر من 99% من الحالات بتتجاب نيوميريكال، ما ينفعش تجيبها اناليتيكال. بريودك اوربت يعني ايه؟ خلي بالك ان انت في الكونفشنال اير كرافت تعرفنا الاكوليبريم هو نقطه. الاكوليبريم ايه؟ سرعه معينه صح؟ يو بتساوي رقم ودبليو ممكن بوسبلي بزيرو مثلا، وكيو بزيرو، وثيتا بوسبلي برضه بزيرو، يعني وات ايفر. فدي في الستيت سبيس لما تيجي ترسم كده يو ودبليو وكيو وثيتا، لو دي لو ده الستيت سبيس بتاعك تطلع نقطة صح كده؟ نسميها equilibrium point أو fixed point. فده تعريف الإكوليبريم. المشكلة لو سيستم dynamical system بس هو غصب عنك فورسد بperiodic forces، يعني الفورسز اللي عليه periodic عمالة تتغير مع التايم، هو عمره ما هيأتن equilibrium، عمره ما هيقف عند نقطة. نفهم أمال إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ البيفر بتاع السيستم ده هيبقى عامل إزاي؟ يقعد يتغير، هتلاقي اليو دي عمالة تعمل كده مع التايم، ودبليو عمالة تعمل كده مع التايم، وكيو وثيتا. ممكن بقى اون ذا افريج، الافريج ده يساوي القيمه دي، والافريج بتاع الدبليو يبقى زيرو، والافريج بتاع الكيو يبقى زيرو، والافريج بتاع ثيتا يبقى زيرو. فاهمين قصدي ايه؟ لكن هو عموما مع التايم لازم يبقى كده. ده احنا بنسميه بيريودك اوربت، ولما تيجي ترسمه هنا تلاقيه عاده يعني مش في كل الاحوال تلاقيه عامل كده كلوز لوب في الايه؟ في الستيت سبيس. ده بنسميه بيريودك اوربت، ودي فيكست بوينت. احنا اتهرينا دراسه استابيليتي بتاع فيكس بوينت.
حتى لو كانت بتاعت نون لينير سيستم، نعمل لينيرايزيشن وندرس استابيليتي، نشوف الايجن فاليوز. لكن الاستابيليتي بتاع بيريودك اوربت ده اللي صعب فعلا. يعني ايه استابيليتي؟ بس عشان الناس لو ناسيه استابيليتي، يعني والله لو الاكليبريم بوينت دي حصل لها اي بيرتربيشن انا هرجع تاني. نفس الكلام لو هنا انا حصل لي اي بيرتربيشن من البيريودك اوربت، لا انا ارجع تاني، هتلاقي الريسبونس بقى عامل كده، ارجع للبيريودك اوربت تاني وامشي معاه. تمام؟ ايه ده؟ ده مش الافرج، ده اليو مع التايم وده بي مع التايم وهكذا. بقول بقى الافرجنج، الافرج بتاعه ممكن يبقى فيكسد بوينت، ممكن يبقى الفاليوز دي. انا ثانيه واحده ماشي، انا فاينلي عندي بيريودك اوربت دي ما فيهاش هزار، طالما سيستم فورسد بيريودك فورسز انا هيبقى عندي بيريودك اوربت. تمام كده؟ اللي هو منظر الاوسيلاتوري ده اللي هو في الانستنت سبيس هيترسم عاده يعني بكلوز لوب. تمام؟ حلو. وانا عايز اعمل ايه؟ عايز ادرس الاستابيليتي بتاعت البيريودك اوربت، ده اللي احنا عاوزين نعمله. بقول لك اتفضل. عن سيرتن تايب. اكزاكتلي اكزاكتلي اكزاكتلي. ينفع طبعا هو ليابونوف، بس ليابونوف هو ليابونوف طبعا نون لينير، وفي ليابونوف نون لينير تايم فارينج. بس عموما ليابونوف يعني حضرتك دور على ليابونوف فانكشن. يعني مشكله ليابونوف ان زي ما حضرتك طبعا علمتنا، يعني احنا بنمشي باليابونوف في الاخر مثلا الفي دوت للاسف ما طلعتش ان هي نيجاتيف نيفن، فده ما ادانيش حاجه، ما طلعتش، هي ما طلعتش كده، فده للاسف ما ادانيش حاجه. هي الاستاذه في ليابونوف ان انا اجيب ليابونوف فانكشن بروف ستابيليتي، فهي دي النقطه. فللاسف مش الجوريزمك برضو قوي، غير الايجن فاليوز اللي شكت على الايجن فاليوز يقول لك ستيبل ام ستيبل خلاص دن. طيب فهلا الهدف ان انا ادرس الاستابيليتي بتاع البريودك اوربت مش فيكس بوينت. تمام؟ قلنا في طريقتين، طريقه فلوكي ثيوري وطريقه الافرجنج ثيوري. تعال نشوف بقى هيتعملوا ازاي. اول حاجه لو اقول لك هتستخدم فلوكي، وهنشوف دي ايه مميزاتها ودي ايه مميزاتها. بيقول لك هات البريودك اوربت، حل السيستم. دي صعبه جدا ان انا يبقى عندي سيستم زي كده واحله اوريدي، اجيب اكس ستار اوف تي، ستار اوف تي مش نقطه، مش اكس ستار بس، ستار اوف تي فانكشن في التايم، اكس ده فيكتور اللي هو يو دبليو كيو ثيتا، يجيب كل التايم فريشن بتاعهم، اجيب التايم فريشن ده وده 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 ساتش ذات ان هي تساتسفاي الايكويشن دي. طبعا دي صعبه جدا يعني عشان تجيبها اناليتيكال. ماشي يا عم، جبت حليت اكس ستار اوف تي، جبت البريودك اوربت بتاعي، ممكن تعمل لينيرايزيشن بقى بعدين، تنتروديوس اي بيرتربيشن من الاكس ستار دي وتجيب سيستم هيبقى لينير. السيستم ده لينير، لينير بس تايم فارينج، واي دوت بتساوي اي واي، بس اي دي مش كونستانت ماتريكس، دي تايم فارينج تحديدا تايم بيريودك. فلوكي ثيوري بقى مخصوصه لدراسه سيستم زي ده، فلوكي ثيوري اتعملت لدراسه سيستم زي ده، دراسه الاستابيليتي بتاعت سيستم زي ده. نعمل ايه؟ قال لك روح هات الفاندمنتال ماتريكس سوليوشن اللي احنا بنسميها ستيت ترانزيشن ماتريكس. في طرق طبعا لايجاد ستيت ترانزيشن ماتريكس، اللينير تايم انفيرينت سيستم معروف، لابلاس ترانسفورم او اي حاجه يعني. اللينير تايم فارينج برضو مش هي اكزيست، في ثيوريز بتقول ان هي اكزيست، دي اكزيست بس تجيبها ازاي برضو ده صعب جدا. عشان تجيبها لازم تحل السيستم ده لان اندبندنت فيكتور اوف انيشال كونديشنز، فعادة الخطوة دي برضو صعبة جدا ان انت تعملها اناليتيكال ولازم تعملها نيوميريكال. بعد ما تجيب دي فانكشن في التايم، روح بقى سبستيوت التايم ده بالبيريود بتاعت البريودك فيكتور فيلد بتاعتك، البيريود بتاعتك يعني مش تبدا عمال تقول لي بريودك بريودك بريود قد ايه؟ يعني بتكرر نفسها كل كام ثانية؟ تي كابيتال، عوض بقى التايم ده بتي كابيتال. ماتريكس اللي هتجيبها دي هتبقى كونستنت ماتريكس طبعا، بس خلاص عوضت بالتايم، نسميها مونودرومي ماتريكس. مونودرومي ماتريكس دي تشيك الايجن فاليوز بتاعتها بس بيزد على الزد دومين، يعني لازم يبقى الايجن فاليوز يبقى جوه اليونت سيركل عشان تبقى السيستم بتاعك ستيت، مش ليفت هاف بلين ورايت هاف بلين. فده بروسيجر خلاص تعرف، يعني هعمل واحد رخم ولا مش رخم، المهم خلاص تعرف واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا درست استابيليتي معايا. الصعب فعلا فيه واحد اثنين، الخطوتين دول صعبين جدا، أولا إن أنا أجيب البريودك أوربت، ثانيا إن أنا أجيب الستيت ترانزيشن ماتريكس او المونودروم ماتريكس. في بقى طلعت نيوميريكال الجوريزمز كتيره قوي ابروكسيميت عشان لو بيريودك شوتنج ومش بيريودك شوتنج عشان تجيب لك ده مع ده الاثنين باكج واحده، بس بيبقى فيها اتريشنز سكيمز كتيره يعني. وانا رايي ان هي مش يعني لما باجي اشتغل بقى بتطلع مش روبست قوي يعني.
ماشي اوكي، ده طريق. الطريق الثاني بقى الطريق بتاع الافرجنج ثيوري. الافرجنج ثيوري انا بالنسبه لي طريق اليجنت قوي وما فيهوش لعب، 1 2 3 4 زي اللي فاتوا، بس كلهم تقدر تعملهم اناليتيكال. وشغل اناليتيكال هنشوف فايدته دلوقتي يعني على الابلكيشن بتاع المال. قال لك عندك سيستم زي كده، اوكي اعمل لي افرجنج، خد افرج الايكويشن دي، افرج انا كامل بالنسبه للتايم، كامل بالنسبه للتايم واقسم على البيريد بتاعتي. تمام، عملت افرجنج، طبعا ده مش هيتاثر، ده ينزل زي ما هو، ده ينزل زي ما هو، وده بس اللي فيه تايم هيتكمل بالنسبه للتايم، التايم هيروح برضه يعني افرج. ده اللي احنا بنسميه الافرج داينامكس. افرج داينامكس دي نون لينير بوسيبلي يعني، ماشي مفيش مشكله، بس تايم انفيريانت، ما فيهاش اي تايم في المعادله، صح؟ مفيش اكسبلسيت تايم ديبندنس. اقدر ادرس لها ستابيليتي زي ما انا عاوز. طبعا احد الحاجات اللي انا ممكن ادرس فيها ستابيليتي، طبعا انت هتدرس ستابيليتي لايه؟ الفيكس بوينت. هات الفيكس بوينت، لو هات الفيكس بوينت بتاعتك دي. فيكس بوينت يعني ايه؟ يعني الاكس دوت عندها تبقى بزيرو، فانا بدور على اكس ستار مش اوف تي، اكس ستار بس such that ان ده بزيرو، صح؟ ان اكس دوت تبقى بزيرو يعني. البيريود، يا البيريود بتاعت الاوردر، يا اه طبعا المفروض معروفه مسبقا. ما هو انا حضرتك الفلابنج مثلا هنقول انا شغال ب 50 هرتز خلاص، فعندي البيريود فروم ذا اوتسيت يعني. هجيب الفيكس بوينت وادرس ستابيليتي حوالين الفيكس بوينت، اعمل لينيرايزيشن. جبت الاي ماتريكس ديت اللي هي اللينيرايزيشن، ادرس الايجن فاليوز بتاعتها اللي في الليفت هاف بلين، البولز يعني خلاص ستيبل، رايت هاف بلين مش ستيبل. طيب ايه بقى ايه الفرق؟ الفرق ان ايجاد فيكس بوينت يعني حل المعادله دي معادله الجبريك. حل المعادله دي اسهل بكتير من حل المعادله الثانيه اللي هو ايجاد البريودك اوربت. انت هناك بتدور على اكس ستار اوف تي، هنا بتدور على اكس ستار بس. تمام؟ فده اسهل كتير من هناك. ثانيا اللينيرايزيشن اللي احنا متعودين عليه وبنعمله من اول سنه ثالثه اسهل كتير من ايجاد المونودرومي ماتريكس او اللي هي ستيت ترانزيشن ماتريكس، اسهل كتير. فالخطوتين دول اسهل 100 مره من الخطوتين المناظرين في البروسيجر الاولاني، وبالتالي البروسيجر ده احسن كتير من الاولاني. تقدر تعمله كله اناليتيكال يعني لحد النهايه. طب ايه هو المدى الكونفدنس بتاعت النتائج بتاعتك؟ 10 10 طبعا، يعني سؤال منطقي جدا. انت عمال ما فيش حاجه في الدنيا كده يعني. في حاجه ايه بقى؟ اولا هو مين قال ان ده يعني انا بدرس استابيليتي؟ ثانيه واحده تعال نرجع كده. احنا هنا قلنا في لوكي ثيوري بروفد ماثيماتيكالي ان هي تدرس استابيليتي لده. هو انا عايز استابيليتي ده؟ لا انا عايز استابيليتي ده، صح؟ طيب مين قال بقى ان ده يعبر عن ده؟ معروف ان والله طالما ان انت من هنا لهنا كل اللي عملته ان انا عملت لينيرايزيشن. معروف ان انت عملت لينيرايزيشن، النتائج بتاعتك صالحه لسمول نيبر هود حوالين الايه؟ الحل بتاعك، السولوشن بتاعك اللي هو البريودي كورف. فخلاص ما فيهاش نقاش، طالما في لوكي ثيوري جارانتي ستابيليتي لده، وده هو مجرد لينيرايزيشن للسيستم يعني حوالين البريودي كورف، يبقى انت كل نتائجك شورلي 100% صالحه بس في سمول نيبر هود، ماشي؟ دي ما فيهاش هزار. لا هاو سمول دي يو كان نيفر تيل، لازم بقى تخش في نون لينير اناليسيس عشان تجيبها يعني. يعني انت عمرك ما هتقدر تقول يعني هاو سمول الا بالسيموليشن او بنون لينير اناليسيس، وعاده ما شفتش حد عمل نون لينير اناليسيس يعني. يا بس انت هتقعد تجرب لحد ما يفيل يعني. فاهم قصدي؟ طب هنا انا بدرس استابيليتي لايه؟ انا بدرس استابيليتي للسيستم ده، صح؟ او حتى اللينيرايزيشن بتاعه، بدرس استابيليتي اللينيرايزيشن بتاعه. بس احنا متفقين دراسه الاستابيليتي اللينيرايزيشن بيكون كلود استابيليتي للنون لينير سيستم في سمول نيبر هود، مفيش مشكله. بس هل دراسه الاستابيليتي السيستم ده تديني اللي انا عاوزه؟ تديني السيستم اللي انا عاوزه؟ هي دي النقطه. الجماعه البيولوجيست اللي بييجوا يشتغلوا في الكلام ده هو نيفر يبص ان هو عاوز دي، هو بيعمل افريجنج ويشتغل اللي هو بيولوجيست. لكن في ستيتمنت، فورمال ستيتمنت لما يسمى بالافرجنج ثيورم. الافرجنج ثيورم بتقول ايه؟ بتقول if the average dynamics has exponential stable fixed point، يعني fixed point بتاعت exponential stable، then ايه يا عم؟ the original nonlinear time periodic system will have exponential stable periodic orbit. done. فبالستيتمنت بتاعت الافرجنج ثيورم الكلام ده صحيح 100%. however ايه؟ ان افرجنج ثيوريم اصلا الديريفيشن بتاعها كله شغلها والستيتمنت بتاعتها ان ذا ليميت تو فانيشنج بيريودز، بيريود لازم تبقى صغيره قوي يعني فيري هاي فلابنج فريكونسيز. ده منطقي، اصل انت بتقول لي انا هتغاضى عن التغيير السريع وهاخد الافرج، فعشان السيستم يحس بس بالافرج لازم يبقى التغيير سريع جدا
بحيث ان البادي مش حاسس بحاجه غير الافرج. فاهمين قصدي ايه؟ يعني التغيير سريع جدا على البادي والبادي مش حاسس بحاجه غير الافرج. اوريها لكم بصوره يمكن تبقى اوضح لكم. لو انا عندي سيجنال، اي سيجنال مثلا، يعني اي سيجنال يو اوف تي مثلا، عندك يو نوت زائد الكوزاين زائد يو مثلا كوزاين اوميجا تي، فده الافرج وده ما علينا. ده الافرج وده الايه؟ وده الهاي فريكوانسي كومبوننت. لما تدي ده لاي لينير سيستم البوت بلوت بتاعه عامل كده، ماجنتيود مع فريكوانسي، ماشي؟ والفريكوانسي دي اعلى كتير من الباند ويدث بتاع السيستم. ايه اللي هيحصل؟ ريسبونس يبقى بكام؟ تدي الكومبوننت دي للينير سيستم بفريكوانسي اعلى كتير من الباند ويدث بتاع السيستم. اديني كام؟ اديني زيرو، وهيتبقى الريسبونس بتاع الافرج، صح؟ فهي منطقيه. الافرجنج ثيوريم صالحه از ويل از انت بتعمل فورسنج بفريكونسيز عاليه جدا. ماشي يا شباب؟ طيب فبالتالي البروسيجر ده صالح جدا واسهل كتير من الثاني از ويل از الفريكونسيز اعلى كتير. ذاتس ات. حد عنده سؤال قبل ما انتقل للي جاي بسرعه؟ هل ده معناته ان البروسيجر ده هيبقى ابروبريت لدراسه الفلابنج موشن زي الحشرات والهامنج بيرد؟ ده سؤال اكسلنت. تعالى نشوف، انا بس قبل ما انتقل حالا يعني السلايد الجايه هجاوب على السؤال ده. قبلها بس انا هوريكم الفرق ما بين ده بريودك اوربت، هنا بريودك اوربت، هنا بريودك اوربت. على فكره الاثنين سواء افرجنج ثيوري او فلوكي ثيوري في الاخر برضه بيدرس استابيليتي بتاع فيكس بوينت. يعني هو بيحول دراسه الاستابيليتي بتاع بريودك اوربت لدراسه الاستابيليتي بتاع فيكس بوينت. بس ده بيدرس استابيليتي بتاع ايه؟ الافرج. ادي اللي هو السنتر بتاع البريودك اوربت دي الافرجنج ثيوري. فلوكي ثيوري يعتمد على حاجه اسمها بوينت كاري سيكشن. فياخد سيكشن كده، ده البريودك اوربت، الفلو بتاع البريودك اوربت، ياخد سيكشن عمودي عليه. تقاطع ده مع السكشن نقطة، بيدرس الاستابيليتي بتاع النقطة دي. ده فلوكي ثيوري وده الافرجنج ثيوري. ومن المنظر ده يعني اللي احنا نفسنا نعمله، يعني لسه ما شفناش، مش تصورنا هيتعمل ازاي، بس لو اتعمل هيبقى كويس جدا. ان انت ازاي، انا اصل ده سهل يعني اناليتيك، ده اللي صعب. بس ده اللي هو مضمون، صح؟ ده مش مضمون الا لو الفريكونسيز عالية قوي. فازاي من الدراسه دي، ازاي من دراسه الاستابيليتي بتاعت النقطه دي، او ازاي من بعد ما جبت المودز هنا اعمل لهم ريليشن للمودز هنا؟ لان لو جبت ريليشن ما بين المودز هنا والمودز هنا اروح اشتغل هنا واخد الريليشن دي واجيب المودز اللي هنا، لان هي دي اللي مضمونه 100%. بس انا عايز اشغل نون لينير داينامكس عاليه، مع حد دلوقتي احنا مش متصورين ممكن تعمل ازاي. بالنسبه للسؤال بقى ده، ده اللي فكروا فيه البيولوجيست وقعد يجاوب عليه. ده كان سؤال كويس جدا. قال لك خلاص، يعني هي من الاخر التكه في ايه؟ علاقه الفريكونسي اللي انا بعمل بيها فورسنج اللي هي بتاعت الفلابنج، يعني انا بعمل فلابنج فريكونسي قد ايه بالنسبه للناتشرال فريكونسيز بتاعت البادي مودز، صح؟ اللي هو قلنا باند ويث او حتى الناتشرال فريكونسيز كلهم ليهم علاقه ببعض. فالراجل ده تيلور ده جامعه اوكسفورد، هو راجل بيولوجيست، فراح عمل حاجه ظريفه جدا. راح قال لك ايه؟ خلينا في اللونجيتوجنال كونفنشن اير كرافت العاديه، عندها فيوجويد وعندها شورت بيريود. ده الابروكسيميت بيريود تايم بتاع الفيوجويد مود، لو لونج بيريود مود. ده ريليشن رف جدا ابروكسيميت، هو بس عايز يجيب فيل للموضوع. قال لك بتناسب مع السرعه. اذا والله في الفاست بيردز دي هتبقى عاليه قوي، ده بالتالي عالي جدا. الفريكونسي مقلوبها، فالفريكونسي تبقى صغيره قوي. فالفريكونسي بتاعت الفيوجويد مود تبقى اولموست 1/70 من الفريكونسي بتاعت الفلابنج، البيت فلابنج. بالتالي فعلا هو مش حاسس بيها. في جود مود نيفر ان هو يتاثر بالفلابنج، بالتايم فاريشن بتاعت الايروديناميك لودز نتيجه الفلابنج. حتى في السلو بيردز هي 1/9 برضه مش هتتاثر قوي. لما راح للشورت بيريود مود، ادي علاقه للشورت بيريود مود. قال لك كل اللي ظهر فيها البارامتر اللي اسمه ام الفا، اللي هو اللي انتم عارفينه المفروض يبقى نيجاتيف عشان الطياره تبقى ستيبل، وكل ما يزيد كماجنتيود كل ما طياره الاستابيليتي تبقى هيفير، صح؟ فقال لك في الكونفنشن اير كرافت الشورت بيريود مود دي الفريكونسيز بتتراوح من كذا لكذا في الكونفنشن اير كرافت. طيب وبعدين؟ قال لك والله متوقع ان الفلابنج اصلا يبقى اقل استابيليتي من الكونفنشنال، من الطيران الكونفنشنال. وبالتالي الشورت بيريود مود بتاعت الفلابنج متوقع انها تبقى اقل من الرينج ده او حتى بالكثير في الرينج ده. المشكله بقى في الشورت بيريود لما تيجي تشوف بقى حاجه من اثنين، والله لو انسكتس
الانسكتس بتفلاب فريكوانسيز عاليه جدا 50 و150. طبعا 1.5 ده بالنسبه لل 50 و150 مش هيحس بيها. لكن التيور انت تقدر تلاحظها، تلاحظها دي يعني بالكثير 1 هرتز، ما بين 1 ل 2 هرتز بالكثير يعني، طبعا انت بتلاحظها. فهو اذا قريب قوي، قريب قوي يعني ايه؟ يعني انا عندي، ما هي انا بفلاب ب 1 هرتز، يعني الجناح بيتحرك ب 1 هرتز، يعني الايروديناميك لودز بتتحرك بواحد، بتتغير ب 1 هرتز، صح كده؟ ده بالنسبه للبادي، البادي عليه فورسز بيريودك ب 1 هرتز وعنده ناتشرال مود قريب من 1 هرتز، يعني انا بفورس البادي قريب من ناتشرال مودز بتاعته. فاذا قطعا في كابلنج ما بين البيريودك فاريشن بتاع الايروديناميك لودز وما بين البادي مودز. ما تقدرش تهمله ابدا وتقول لي انا هاخد الافرج، نيفر. في البيردز، في الطيور الكبيره لا، ما ينفعش. حشرات صغيره اه الافرجنج اسامبشن يعني، وتلاحظها حتى في، بص على الحشرات الصغيره هتلاقي سموث تراجكتوريز. الحشرات الصغيره اللارج بيردز تلاقي ووبلنج، تلاقي حركه كده يعني مش سموث زي الحشرات. طيب ده بالنسبه للاستابيليتي. تعال نشوف الاستابيليتي ريزلتس اللي الناس اشتغلوا فيها. في تايلور ده الراجل بتاع اوكسفورد، وسان ده من الصين، وجاو دول كورنيل، وسيسنك ده الراجل بتاع فلايت داينامكس مشهور جدا في ميشيغان. ده اشتغل على اللوكست الجراد وجاب السايكل افريج ستابيليتي ديريفيتيفز اكسبيرمنتالي في لون تانل، واستخدم افريجنج. الناس الثلاثه دول لما بيستخدموا افريجنج بيستخدموا افريجنج اللي هو انا استخدم افريجنج، ما بيستخدمش الافريجنج باي ذا ستيتمنت اوف ذا افريجنج ثيوري. ماشي، هقول لكم الفرق ليه الواحد لازم يبقى كير وهو بيستخدم افريجنج كده وخلاص، ومش في دماغه الستيتمنت بتاعت الفورمال ستيتمنت بتاع الافريجنج ثيوري. بتفرق في حته صغيره جدا. لو تشوف البولز، البولز حتى في فلوكي ثيوري احنا قلنا البولز لازم تبقى ايه، في بتطلع في الزد دومين، يعني لازم الكرايتيريا مش يمين وشمال، الكرايتيريا جوه اليونت سيركل ولا بره، بس احنا نقلينها تاني للاس دومين، يعني كل دول في الاس دومين. خلي بالك دول مستخدمين، بص صن وجاو دول مستخدمين ايروديناميك موديل عالي جدا سي اف دي، بس مش بتستخدم سي اف دي، استخدمه اوف لاين. اوف لاين يعني ايه؟ يعني يروح يرن السي اف دي موديل عشان يجيب استابيليتي ديريفيتيفز. جاب استابيليتي ديريفيتيفز، شكرا سي اف دي، هاتهم وتعال نروح بقى ايه؟ بيور داينامكس مش كابلد مع بعض. هتلاقي في ديسكريبانسي ما بين النتائج، يعني مش زي في الطيران العادي خلاص عرفنا اولموست اكتر من 99% الطيارات الموضوع عامل كده. لا مش طالع عامله كده. وحتى الغريب جدا ان ده صمم والناس زمايله عمل على الهوك موث والكريم فلاي والدراجون فلاي والهوفر فلاي بامبل بي، اشتغل على الهوك موث وده اشتغل على الهوك موث. نفس الايروديناميك موديل، نفس الايروديناميك موديل، نفس دراسه الاستابيليتي، نفس دراسه الاستابيليتي. وده طلع مودز، ده طلع مودز ثانيه، ده طلع ان ستيبل ايفن وده ستيبل، حتى مش مساله شكل مودز بس، ده الوحيد اللي طلع ستيبل الحقيقه في كل الليترتشر بتاعت الفلابنج فلايت. الفرق الوحيد بينهم كان فيري سلايد فاريشن في حركه الجناح. الراجل ده استخدم حركه ايديالايزد للجناح اللي هي الهوري اللي انا حكيت لكم عليها امبارح، اللي هو الجناح هاف هوريزونتالي يقلب يرجع وهكذا عامل كده. ده استخدم الحركه اللي هي اللي اتصورت اكشولي مع الحشرات، ودي بتفرق عن الايديالايزد في ان في سمول ديفيشن، او يعني انا بنزل كده بدل ما اتحرك هوريزونتالي لا بينزل بفيري سلايد، يعني ديفيشن الانجل دي صغيره قوي، ويطلع ويقلب وينزل كده اولموست فيجر اوف 8، بيقعد يعمل فيجر اوف 8 تمام، بيرسم 8. فهي الفرق بس في الديفيشن بسيط، الدرجه اللي نازلها والدرجه اللي نازلها هنا دي فرقت معاه في ستابيليتي. ف وعموما في ديسكريبانسي الليترشر، انا شخصيا رايي ان هي محتاجه لحد يوضح ليه ده طالع كده، ليه ده طالع كده، ليه ده طالع كده، ليه؟ احنا عملنا شويه محاولات بس هوريكم النتائج، تفسر حاجات بس مش كله يعني. طيب تعال نشوف احنا ايه اللي عملناه في الموضوع ده. كل اللي عملناه ان احنا قدرنا نكابل الايروداينامكس مع الداينامكس. خلي بالك في نقطة مهمة معظم الناس تقع فيها. قبل ما اروح تعال نشوف حتة اللي احنا قلنا عليها. هو انا ايه مشكلتي لما استخدم الافرجنج ثيوريم، استخدم افرجنج من غير ما ابقى واعي للستيتمنت بتاع الافرجنج ثيوريم؟ بص الستيتمنت بتاع الافرجنج ثيوريم بتقول ايه؟ If the average dynamics has an exponentially stable, exponentially stable fixed point, then the original nonlinear time periodic system will have exponentially stable periodic orbit. ايه يعني؟ يعني لو عندك بولز لازم كلهم يبقوا هنا، ماشي ما احنا عارفين،
لا يعني ما ينفعش يبقى في حاجه كده. ازاي يعني؟ برضو مش واضحه. هقول لك ازاي. يعني عندي سيستم عامل كده اكس دوت بتساوي نيجاتيف. لو كانت هي دي الافرج الداينامكس الافرج اللي انا عملت افرج طلع لك ده اكس دوت بتساوي ناقص اكس تاكيد. ناقص اكس تاكيد ده ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل ولا ان ستيبل؟ يرسم اكس اكس دوت معادله كالجبريك هي اكس اكس تكعيب صح؟ تمام؟ ونيجاتيف اكس تكعيب يا ايه ده؟ السيستم دايس؟ اتفضل اتفضل يا مقلوب. زي اللي هو هرمونه من نقطه واحد وصفر. اه صحيح واحد وصفر وصفر. اه هو في ثلاث وجوه. لا هو انت اظهرك اظهرك اكس ناقص واحد. لا هي المعادله دي بس كومبلكس. لا انا سايب شغل كومبلكس. اتفضل اتفضل طبعا اتفضل. اه طبعا يا يا ماشي عموما ماشي اتفضل يا صحيح 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 اكزاكتلي اكزاكتلي اكزاكتلي. بس انا عموما بتكلم على الاستابيليتي بتاعت الاوريجن. في اثنين فيكس بوينتس ثانيين بس انا بتكلم على الاستابيليتي بتاعت الاوريجن بتاعت النقطه دي يعني. تمام حوالين الاوريجن دي ستيبل ولا انستيبل؟ شوف كده لو اكس ستيبل يا طيب ستيبل. اذا ده ستيبل يعني انت جيت تدرس الاستابيليتي بتاعه الافرج الداينامكس لقيتها ستيبل. هل تقدر تروح تقول فين الاستابيليتي بتاع الاوريجنال نون ريال تايم بيريودك سيستم ستيبل؟ لا. ليه؟ الافرجنج ثيري ما بتقولش كده. هيبقى الاستابيليتي اناليسيز مش كونكلوسيف ما تقدرش كان نوت تيل. ليه؟ لان هي قالت لازم يبقى البولز كلهم في الشمال حاجه زي كده. في بول هذه البولز بتاع السيستم ده اعمل لينيرايزيشن يطلع لك بول عند الاوريجن على الايماجيناري اكسس. الكلام ده ما ينفعش. يعني ممكن الافرج داينامكس تطلع ستيبل لكن ده لا يؤدي بالافرجنج ثيورم الى ان الاوريجنال نون لينير تايم بيريودك سيستم ستيبل. فتيك كير يعني. ماشي؟ لازم تبقى زي ما بيقولوا هايبربوليك فيكس بوينت. هايبربوليك يعني ما فيش بولز على الايماجيناري اكسس ما فيش. ساعتها يبقى الاستابيليتي اناليسيس كونكلوسيف للاوريجنال نون لينير تايم بيريودك سيستم. غير كده لا. فلازم مش مساله افرجنج خلاص لازم كير يعني. انا بحس ان كل الناس اللي استعملت الكروكي سيري استعملت اناليتيكال مودلز ما استعملتش سي اف دي او اكسبيرمنتال. يا ماشي وده لا مش شرط خالص بالعكس. بس ثانيه واحده عشان ايه نفرق الحته دي. خلي بالك ان هو الناس دي كلهم راحوا جابوا المعادلات بقى عارف عارف الاي ماتريكس اللي عندنا بتاع كورس لوت بايلوت زي ما هي كده تيبيكال كوبي بيست فيها بس اكس يو اكس الفا وبتاع. جابوا اكس يو اكس الفا من السي اف دي ده جابهم اكسبيرمنتال ذاتس ات. تمام الناس دي بيحط اناليتيك موديل بتاع الايروداينامكس بس فلوكي شخصيا ما بيعرفش يعمل اناليتيك ده بيعملها نيوميريكال. ودي نقطه يعني انا مش متخيل ازاي برضو تعمل فلوكي مع سي فري. اصل عشان تعمل فلوكي لازم تنادي الايروداينامك موديل تقعد تناديه تقعد تناديه تقعد تناديه فمش هتعرف تعملها مع سي فري او هيبقى صعب قوي مستحيل تتعمل يعني. فاهم قصدي ايه؟ دول خرجوا منها لا عمل سي فري اوف لاين تماما جاب استابيليتي ديريفاتيفز ادرس يا عم الايجن فاليوز. يعني التانيين لو عايزين يشتغلوا سي اف دي ما كان لازم يعملوها اون لاين بس ده طبعا اكسبنسيف جدا. هو ده اللي انا قصدي عليه ان عشان كده كنا امبارح بنتكلم محتاجين ايرو دايناميك موديل يبقى ينفع يشتغل يبقى في ايرو دايناميك دايناميك انتراكشن. ده اللي احنا عملناه اللي جاي. اتفضل يا باشا اتفضل. ماشي يعني مش مشكله ما مش مشكله لا وعموما اللي هي لن يغير في المضمون يعني مفيش مشكله. حد كان عايز يسال؟ فين دي يا ريس معلش ما خدتش بالي. يعني مش ده؟ ده مش فاهم سؤال يعني فين الاول بس البولز الايماجينري بقت ريال قبل كده ماشي نجيب قبل كده ثانيه. لا لا نفس الرسمه التيارات العاديه ماشي
فهمت قصدك انت. بص انا رايي الشخصي يعني احنا عندنا في الطيران ايه اثنين في الـ في الـ اللي هو اللونجيتودينال فلايت في اثنين في شورت بيريد وفي لونج بيريد صح. اللونج بيريد دوت اللي هو انترتشنجابيلتي ما بين كينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي يعني الطياره عماله تعمل كده اللي هو منطقي جدا يعني. انا رايي الشخصي ان انت هتلاقي المود ده موجود في كل الفلاينج فيكلز اللي هتخترع في اي حاجه انسكتس مش انسكتس هتلاقي فيوجويد مود معايا ده رايي الشخصي يعني يعني هتلاقي اثنين بولز هم دول اللي يعبروا عن فيوجويد. الشورت بيريود بقى هو الكاركترستكس بتاعته يعني انا شخصيا ما كان مقتل يعني ما اعرفش هي اللي ممكن تفرق على حسب طبيعه فعلا الايروديناميك لودز قوي يعني. ان هو اصلا في جود مود ليه انا شايفه واضح ان في جود مود كل اللي بيحصل خدت بيرتربيشن تبدا تطلع سرعتك عماله تقل فبالتالي السرعه بتقل الليفت يقل والبيتشنج مومنت يقل وتبدا تنزل بعد شويه وانت نازل سرعتك بتزيد ليفت بيزيد وهكذا يبقى بعد شويه تطلع تاني اند سو اون شويه اوسيليشنز لحد ما الدم بقى وتموت زي ما بيحصل في ماس سبرينج دمبر بالظبط انترتشنجابيلتي ما بين كاينتيك وبوتنشال منطقيه جدا هتلاقي في اي حاجه بتطير يعني. لكن شورت بيريود الشورت بيريود اصل الكاركترستكس بتاعتها يعني او توصيفها الايروديناميكي مش يعني انا شخصيا مش يعني يعني مش هتلاقيه كده. فهو يقول لك رابيد فاريشن في الانجل اوف اتاك يس والسرعه اولموست زيرو فاريشن يعني في السرعه اولموست زيرو هنا الايروديناميكس مختلف اصلا وفي رول للانستدي ايروديناميكس برضه ف يعني مش ممسوكه العمليه مش ممسوكه او ما تقدرش تقعد توصفها كده زي ما بنوصف في الطيران العادي. طيب نيجي نشوف حته الايه ايه موضوع ايروديناميك دايناميك انتراكشن. ادي اكس دوت بتساوي اف اوف اكس وده قلنا الفيكتور فيلد اللي هو في تايم فاريشن. خلي بالكم بقى عشان في نقطه مهمه قوي. ادي جناح بيتحرك سرعه السلايس دي بتاعت الجناح بتساوي ايه؟ هنقول اوميجا ار. اوميجا دي اللي هي فاي دوت بنسميها فاي دوت تمام؟ الزاويه دي فاي فتبقى دي فاي دوت فار فاي دوت صح؟ دي السرعه اللي جايه نتيجه الفلابنج. طب والانجل فتاك هتبقى هي الايه البيتش انجل الف الايتا دي بيتشنج انجل. خلاص على كده تروح كل الناس يمكن اكتر من 80% من الدراسات اللي اتعملت ياخد هي دي السرعه وهي دي الانجل فتاك خلاص على كده. فلو هي دي السرعه وهي دي الانجل فتاك يطلع الليفت والدراج والبيتشنج مومنت فانكشن في تايم بس مش فانكشن في الـ في الستيتس مش فانكشن فيه. هو انا قلت يو دلوقتي لما كنا بنعمل سرعه قلنا ار فاي دوت ما قلناش يو بتاعت الطياره خالص. الاخر بيهمل الفاريبلز بتاعت الطياره بالنسبه لحركه الجناح. حركه الجناح اسرع كتير من حركه الانسكت ذات نفسها. ماشي حركه الانسكت لو بيتحرك بيول قدام يعني احنا كمان بنتكلم على بيرتربيشن من الاكوليبريم. لو الاكوليبريم من الافريج يو بزيرو فبيرتربيشن من الاكوليبريم يعني شويه يو صغيرين شويه يو صغيرين هيتجمعوا على الار فاي دوت الكبيره قوي مش هتفرق. فايروديناميك وايز اللودز اللي جايه فعلا مش فارقه. فانت بتعمل ايروديناميك اناليسز مش فارقه تماما اهمل السرعات الجسم بالنسبه لايه للجناح وانت تشتغل ايروداينامكس. بس ده هيخلي الليفت دراج بيتشنج مومنت زي ما قلنا مش فانكشن في يو دبليو 2 في وبالتالي لما تيجي تعمل افريجنج هنا يطلع لك ارقام بس فلا يؤثروا في عمليه الاستابيليتي اطلاقا. هيبقى ده بيساوي ده اللي هو فانكشن في الاكس اللي هي الستيت فاريبلز وهنا شويه ارقام تشفت الاكوليبريم بوينت لكن لا تؤثر على الاستابيليتي تماما صح. وانا هاد الاستابيليتي ازاي؟ تعال اعمل لينيرايزيشن. هو ده مش حاجه اعمل لينيرايزيشن يعني افضل ده بالنسبه للستيت فاريبلز عشان اجيب ماتريكس فلا يؤثر على الاستابيليتي تماما. الكلام ده طبعا غلط. ليه؟ اي ايروديناميك سيستم في الدنيا الاستابيليتي از مينلي ديكتيتد بالفاريشن بتاعت الايروديناميك لودز نتيجه البادي موشن دي ما فيهاش كلام. فانت لازم تخلي الايروديناميك موديل بتاعك يبقى فيه الفاريبلز بتاعت البادي موشن يعني لما الجناح بيتحرك كده يبقى السرعه ار فاي دوت زائد الكومبوننت اللي جايه من اليو يبقى الانجل اوف اتاك هي الايتا دي زائد الكومبوننت اللي جايه من الدبليو بتاعت الطياره ما الجناح هينزل مع الطياره على الفورورد سبيد صح؟ اللي هو الشغل اللي كنا بنعمله لما كنا بنعمل استابيليتي ديريفيتيفز فاكرين؟ كنا نيجي نجيب استابيليتي ديريفيتيفز لما كنا نيجي نجيب استابيليتي ديريفيتيفز سنه ثالثه كنا نعمل ايه؟ مثلا عايز اجيب الايفكت بتاع الدبليو دول دبليو على الفري ستريم يعمل لك لوكال تشينج في الانجل اوف اتاك وسي ال الفا الفا هو نفس الكلام. الكلام ده على فكره تيبيكال اكزاكتلي يعني زي ما كنا بنعمله اكزاكتلي بس عملوا على الانسكت ناس عملوه ونشروه في الاي تريبل اي ترانزاكشنز اللي هي من اكبر الجورنالز تيبيكال. والله لو شفته هتقول يعني ممكن يتحط منه مثال لسنه من الاخر مش هزار والله. هو الدكتور البلاد والناس مش هم
الجناح على الجناح على الجناح على الجناح يعني ما تقدرش تقول هم هاردويرز كونير في سي ال الفا في سي ال الدول التقليدي ده بتاعنا يعني مش ماشيه في الجناح يعني ما هي هي صح هي 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 زي ما حضرتك بتقول بس مثلا لو احنا قلنا ما هو ده اللي بيخليهم يهملوا الحته دي احنا في الهافرنج الهافرنج مفيش اصلا سرعه للطيارة فاليو هي بتاعت الجناح كله فانا لو 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 هدرس كمان استابيليتي من الهافرنج فبسمح بيرتربيشن صغيره صح يو مثلا صغيره من من الزيرو تمام فهو يقول اليو ده ما بيفرقش مع الـ مع الـ مع الالفا دوت الكبيره بتاعت الجناح ولكن هو الاكثر عموما على عمليه الاستابيليتي عموما فلازم اتاخد ده طبعا بيعقد بقى الاكسبريشنز تعقيد لا نهائي عشان كده تلاقيه محدش بياخده قوي اللي اتعمل بقول لكم الحاجه الوحيده اللي اتعملت اللي هي ايه يجيب اكسبريشنز لينيرايزد زي الاستابيليتي ديريفاتيفز تيبيكال حاجه بحاجه كده يعني تاثير الدبليو لوحده تاثير الكيو تمام اللي احنا كنا بنقعد نكتبه دلتا دبليو مش عارف ايه كده ماشي دلتا كيو لان انت لو دخلت بقى الاكسبريشن ده زي ما هو كده في المعادلات الايروديناميك موديل ادي منظر الليفت والدراج اللي بيطلعوا دي كل معادله تلاقي ثلاث سطور ده ليفت ودراج لسه كمان هيتنقلوا على على عشان يبقوا فورسز على البادي اكس واي زد وبيتشنج مومنت فعلا بتعقد جدا يعني وعشان كده محدش انترستد وبعدين صوت هتحسن كام يعني بس احنا فاضيين فبنقعد نعمل الحاجات دي ففي الاخر ده ما تيجي تعمل ادجنج بقى انت عملت ليفت ودراج وجبت فورسز على البادي هدرس ستابيليتي اروح للفلوكيه اروح للافرجنج ثيرم تعال نروح للافرجنج ثيرم هنعمل افرجنج عملنا افرجنج برضه تلاقي منظر الكونستانتس دي يخض فعلا رخم كل واحد من دول اصلا فانكشنز رخمه من الايرو ديناميك بارامترز والسيستم بارامترز بس هنا بقى تقدر ايه هنا تقدر تشوف إيه؟ طبعا وصلت اناليتيك للاخر تقدر تشوف انا استفيد ده من شغل الاناليتيك اللي انا عامله ازاي اول حاجه انا عندي سيستم زي كده اول حاجه مفكر فيها نعمل ايه جيب فيكس بوينت صح مش اجيب فيكس بوينت كمان ده انا امبوز الفيكس بوينت اللي انا عايزه يعني انا عاوز ده الافرج داينامكس انا عايز اعمل هافر صح كده ماشي الهافر يعني الافرج بتاع الهافر اتفضل هو ده انا عامل هافر يا ماما هو ده اللي انا كنت هقوله لحضرتك اللي هو اللي هو انا عايز اعمل هافر فايه الافرج بتاع الافرج بتاع الفارينس بتاعتي عند الهافر بكام بزيرو صح كده فانا عاوز ان الفيكتور فيلد ده اللي هو اكس دوت واي كل اكس دوت يفانش عند الاوريجن صح كده لما هو دول بصفار انا عاوزه يفانش فتلاقي عندك ايه نوت بي نوت سي نوت هم اللي هيظلوا معاك صح كده ايه نوت ده تلاقي نفسك ان هو طبعا كل دول تكاملات على فكره ايه نوت ايه واحد اثنين كل ده تكاملات معقده شويه ايه نوت ده تلاقيه تكامل طبعا لحاجات متعلقه بالجناح تلاقيه فانش لو الفلابنج سيمتريك لو انا رايح داون ستروك زي اب ستروك وده منطقي جدا ليه انا لو رايح داون ستروك الدراج اهو لو راجع اب ستروك اكزاكتلي زي الداون ستروك الدراج قدام الاثنين يلاشوا بعض وفي الاخر يبقى كفورورد فورورد ثراست النت بزيرو صح فمنطقي بس انت بتشوفها بقى قدامك اناليتيكال بالايكويشنز ايه نوت ده تكامل للسرعه للزاويه بتاعه الفلابنج ولو هي سيمتريك يفانش تعال عوض هنا كلهم بصفار تلاقي البي نوت لازم تبقى ناقص جي والكونديشن ده يقول لك بي نوت ده برده تكامل الكونديشن ده يقول لك ان احنا قلنا سيمتريك فلابنج يديك ايه نوت بزيرو بي نوت ناقص جي دي بتطلب ان انت يو هاف تو فلاب انف عشان تسبورت الويت صح كده فبتديك كونسترينت على الفلابنج امبليتيود والسرعه والانجل اوف اتاك منطقي ما انا اي هاف تو فلاب انف عشان اشيل الجي عشان اشيل الويت بتاعي صح فتديك كونديشن مشهور قوي لو انت بتستخدم تريانجولر ويف فورم اللي احنا قلنا عليها امبارح دي كونديشن مشهور ما بين البيتشنج انجل دي اي تي ام دي البيتشنج انجل انا طاير بيها كونستانت والتيل فلابنج بيريود وفايل فلابنج امبليتيود والبارامترز بتاعت الجناح اي هاف تو فلاب انف سي نوت انا عاوز اترم البيتشنج مومنت سي نوت لازم يبقى زيرو ايه سي نوت ده تلاقي سي نوت اكسبريشن برضه فيه تكامل بس فيه ايه في حاجه اسمها اكس اتش اكس اتش ده اللي هو مكان الهنج بتاع الوينج اللي بيحرك الوينج بالنسبه للسي جي بتاع الطياره تلاقي عشان يبقى عندك تريم سيلف تريم سيلف بيتش تريم عند الهبر لازم دول يحصلهم كوينسيدنس يعني تحط الهنج بالهنج لوكيشن في السي جي بتاع الطياره معايا يعني ادي البادي سي جي ادي البادي وانا احط الوينج هنا مثلا الهنج بتاع الوينج اللي هيقعد يتحرك كده وكده لازم احطه في السي جي بتاع الطياره
معايا اظبطه في السي جي عشان يبقى عندي سيلف بيتش تريم. فدي سكه ان انت تعمل تريمنج او تعمل بالانس. السكه الثانيه ان انت عشان تعمل تريمنج او تعمل بالانس لو بقى مفروض عليك اكس اتش معينه يعني ديزاين كونسترينت يعني اتفرضت عليك ان انت مش هتقدر تحط الهنج لوكيشن في السي جي بتاع الطياره فتضطر تعمل لان ده هيبقى خلاص سي نوت ده نون زيرو فعايز تشيل السي نوت تمام يا فتضطر تخلي الفلابنج يبقى اسيمتريك فلابنج يبقى رايح غير راجع ويبقى عندك شويه بارامترز كده كل دول مش مفيش حاجه فيهم هتفنش الا لو ظبطت توليفه الالفا بتاعت الاب ستروك مع الفا داون ستروك مع الاوفست اللي انت عملتها في السميت في الفلابنج مع الفلابنج فريكوانسي مع الفلابنج امبليتيود دول خمسه هتختار منهم اثنين ويبقى لك ثلاثه تعمل لهم ساتسفاكشن بالثلاثه دول ثلاثه ايكويشنز ثلاثة انواع الايتا ده اللي هو بالظبط الايه؟ الايتا ده اللي هي البيتشنج انجل ايتا ام دي احنا الكيناماتكس اللي مختارينها ان انا بطير بانجل وفتاك كونستانت وبقلب في الاخر بيتشنج انجل يو ماست فلاب انف انف يبقى عندك فاست انف ولا كله انف ازاي ما هي توليفه ما هي توليفه ايه اصل انا ممكن افلاب بسرعه انفينيتي وانجل فتاك زيرو فانا هي توليفه بسرعه مع انجل فتاك هي واضحه انجل فتاك مع فلابينج بيريد اللي هي فلابينج بيريد بيريد وامبليتيود اللي هي السرعه فاي دوت يعني وقريه الجناح والرو وهكذا يعني تمام طيب تمام عملنا الشغلانه دي بس احنا مشينا بالسكه الثانيه اللي هي السكه الاولانيه دي على الشمال تقدر تعمل بقى لينيرايزيشن حوالين الفيكس بوينت اللي هي الهافرنج وتجيب الماتريكس طبعا الجميل هنا ان انت عندك الحاجات دي كلها تكاملات في الويف فورم وفي الايروداينامك بارامترز وفي السيستم بارامترز تمام فتقدر تشوف ايه مصدر الانستابيليتي جاي منين دلوقتي تطلع دي الكاركترستيك بولينوميال على فكره دول ده الدامبنج في اليو دايركشن وده الدامبنج في الدبليو وده الدامبنج في كيو وكلهم ارقام نيجاتيف يعني كل الدامبنج موجود وكويس بس بيطلع في الاخر انستابل يعني ده خلاص ده نيجاتيف يعني البول ده كله في الشمال تمام فيبقى لي الكاركتر البولينوميال الثيرد اوردر دي عندك بولينوميال ثيرد اوردر بس لها ستابيليتي بايه؟ راوث ستابيليتي كريتيريون صح؟ يقول لك ان السيكونس ده من الارقام لازم يبقى كله بوزيتيف الاولاني ده بوزيتيف والاخير ده بوزيتيف للاسف اللي في النص ده هو اللي دايما بيبقى نيجاتيف فعندك عاده لو جيت درست كل الحشرات ديت الانسكتس دي تلاقي دايما في اثنين بولز في اليمين زي ما معظم الناس قالت. الفكره بقى في ان انت عندك بقى لحد دلوقتي ما خدناش برضو قوي ميست الاناليتيك يعني شفنا شويه حاجات تعالى ناخد ميست الاناليتيك احنا نعمل ايه؟ نعمل شويه روت لوكس روت لوكاي يعني تعالى تقدر تشوف تاثير البيتشنج انجل ده على البولز هي الفكره للاسف ان كل الحشرات عند حتى رينج من الفريكونسيز ورينج من الهنج لوكيشنز مفيش توليفه تجيب لك ستابيليتي بالدراسه دي لحد دلوقتي احنا ما شفتش توليفه تجيب ستابيليتي تخليه يطلع ستيبل بس في حاجات توريك ان اه لا الباترن بتتغير يعني الهنج لوكيشن غير الباترن من اثنين من الانستابل بولز يبقوا كومبلكس كونجكت لواحد ريال يفسر شويه الديسكريبانسي اللي كانت بتطلع عند الناس لما تيجي تغير الهنج لوكيشن يطلع حاجات مختلفه فدي يعني شويه قدرت تفسر شويه حاجات يعني بس لسه في كثير من التفسير للاستابيليتي بتاع الفلابنج فلايت هي نقطه غنيه جدا حقيقه يعني. طيب ناخد ايه 10 دقائق نيجي نص احنا قدامي نص ساعه ايه؟ الافرج بس هو ده كان ستيبل او ثانيه واحده يا شباب معلش ثانيه واحده طب ممكن نضغط ناخد الفلاب كنترول قول يا باشا اللي هو احنا كنا عاوزين نقول على الافرج بس على الافرجنج بس انا شغال انسكتس انسكتس نتكلم فلابنج فريكونسيز زي ما انت شايف عاليه عاليه ريلاتيفلي عاليه اقل واحده فيهم 25 بتاعت الهوك مور طب احنا بس اتفضل المستوى بتاع الروتر نفسه بيسموها لاجن يا لما بتحرك كده يعني فاهم قصدك لما الفلابنج عاده يعمل كده ما هو دي يعني هو للاسف التسميه يعني انا برضو انا معترض عليها وانا الاخر لما احب افرق يعني هم للاسف خلاص ماشي يعني في فلابنج كده وفي دي يعني ودي يقولوا عليها فلابنج ودي دي اللي المفروض اسمها فلابنج صح زي ما حضرتك بتقول بالظبط اللي هو
دي للاسف ما اعرفش جرب اعرف ان هم يسموها فلابنج ويسموا دي برضه فلابنج فانا عموما بفرق اقول دي فلابنج ودي بلانجنج عشان تبقى باينه ان هي بلانجنج بلانجنج بس هي يعني قصدي في الليترشر بتاع على مستوى الجناح بتاع الارض لا لا لو هفر يبقى لازم لو مايل هيبقى مايل زي صغير قوي العمودي دي بلانجنج دي في التيور بقى دي في التيور انا هنتكلم عليه بالتفصيل شويه هو لسه مش هينفع ناخد دلوقتي ناخد فلايت كنترول بسرعه وبعدين ناخد طيب بالنسبه للفلايت كنترول هو نفس الكلام مش هتكلم ان شاء الله مش هنتكلم كتير في الفلايت كنترول هو انا يعني معظم الدراسات يعني برضو بتحمل الوينج انرشال افكتس وبالتالي بتريكفر الايكويشن الديناميك ايكويشنز بتاعه الكونفنشنال كارت السته المعروفين وتضيف الثلاثه بتوع الكينماتكس 9 ممكن تضيف الثلاثه التانيين 12 في 12 anyway امبارح اتكلمنا على ايه على ان الجناح بتاع الايروداينامكس ازاي بيختار الكايناماتكس حركه الجناح عشان يحسن الايروداينامك بيرفورمانس وقلنا بتوع كنترول برضو ليهم اختيارات في حركه الجناح بس مش عشان يحسن الايروداينامك بيرفورمانس عشان يحسن كنترول اوثوريتي واحنا هنا بنقعد نقول كنترول اوثوريتي ده سلابي ترم يعني عشان نهرب من الكنترولابيلتي يعني الكنترولابيلتي ليها ديفينيشنز دقيقه وكذا مليون ديفينيشن فبنهرب منها نقول كنترول اوثوريتي قصدنا ايه كنترول اوثوريتي قصدنا انت تو جنريت forces moments independently كل degrees of freedom هي مشكله الفلابنج فلايت ان هي اندر اكتويتد ميكانيكال سيستم زي مثلا روبوتس زي الفيش اللي بيعملوها بتاع اندر اكتويتد ميكانيكال سيستم يعني عندك عدد الاكتويترز اقل من عدد degrees of freedom فانت هاو كم تجنريت forces moments في كل directions independently خلي بالك في فرق ما بين فعلا الديفينيشن ده والكنترولابيلتي لان انت يو دو نوت هاف to have authority على كل degrees of freedom عشان يبقى system controllable احنا عندنا الطيارة عندها كم control 4 او total في longitudinal 2 في lateral 2 4 كلهم في الاخر system عندها كم degree of freedom 6 ماشي 4 ودول 6 يعني under actuated mechanical system بس controllable صح controllable بس باشمهندس محمد مصطفى سالني وباشمهندس هنا انا كنت نسيت اجاوب على السؤال ده هو مهم على حته احنا عمالين اصلا نستخدم معادلات التيار العاديه الديناميك كويشنز اوف موشن على بيزد عن احنا هاملين حركه الجناح الانرشال فورسز اللي جايه من حركه الجناح على الطياره وهاملينها ليه لان هي اون ذا افريج بتبقى فعلا نجلي يعني اون ذا افريج بيكنسل بعضهم بس هو زي ما قلت كده اون ذا افريج فاز ويل از الافريجنج ات سيلف از فاليد هي تبقى فلت يعني من الاخر لو انت بتتكلم على طيور بطيئه يعني قصدي الفلابنج بتاعها بطيء طيور كبيره بيسموهم اورنيثوبترز اللي هو الفلابنج الفيكلز اللي هتطير زي الطيور الكبيره الاورنيثوبترز دي بتفلاب ببطء ساعتها ما ينفعش الافرجنج مش فاليد وبالتالي ان انت تستخدم الايكويشنز اوف موشن بتاعت الطياره زي ما هي ده هيبقى questionable يعني مش justify يعني محدش عمل له justification طيور كبيره يعني بتكلم زي ايجلز او هوكس ولا يعني انت بتتكلم في فلابنج يعني اقل من 1 هرتز بقى بطيء يعني نص هرتز حاجه كده اكتر قصدي اقل من 1 هرتز فلابنج بطيء طيب تعال نكمل حته الفلايت كنترول احنا ما اتكلمناش على الكنترول احنا اتكلمنا عن ان احنا هنعالج قضيه الاندر اكتويتد ميكانيكال سيستم عملنا حته قصه ايه اكسترا انبوتس او فيرتشوال انبوتس صح بس الكنترول لو الديزاين كنترول لو ازاي للاسف لحد دلوقتي كل الشغل مش للاسف قوي يعني طالع ايه اشتغل الشغل التقليدي جدا اللي احنا بنتعلمه في الاندر جراد اللي هو عادي لينيرايزيشن اعمل بقى ستيت فيدباك تعمل اللي انت عاوزه يعني ال كيو ار مش عارف ايه فهو محدش نيفر عمل ديزاين لنون لينير كنترول الا واحد بس وكان يعني برضه كويشنبل في الفلابنج فلايت نادر اول ما تلاقي حد انا ما شفتش الا واحد بس وما كانش قوي ما اتنشرش في جورنال حتى فما فيش حد عمل نون لينير كنترول فلابنج فلايت ما اعرفش ليه مع ان فلابنج فلايت كسيستم معقد المفروض بينفوك ان انت تستخدم الموست ادفانسد كنترول تكنيكس فدي نقطة، محدش عمل ادابتف كنترول مع كل الانسرتينيتي اللي في الايروداينامكس اللي في الفلابنج فلايت.
حدش عمل ادابتف كنترول، دي برضو غريبه او يعني المفروض الناس تشتغل فيها. ماشي، سيبك من الحته دي بقى. اصل هو خلي بالك برضو الفلابنج فلايت ريلاتيفلي جديد، فانت بتبدا اول ما بتبدا في حاجه، طب نبدا باللي احنا عارفينه، نجح نشتغل وهكذا. الحاجه اللي انا عايز اتكلم عليها حته ايه بقى، الجيومتريك كنترول ثيوري. الجيومتريك كنترول ثيوري ايه؟ الجيومتريك كنترول ثيوري هي وان اوف ذا موست ادفانسد كنترول تكنيكس، لسه طالع جديد. الجيومتريك كنترول ثيوري هي ابلكيشن بتاعت الديفرنشال جيومتري على الكنترول ثيوري. نورت المحكمه يا فندم. الديفرنشال جيومتري هي ثيوري اوف ديفرنشال ايكويشنز. ديفرنشال ايكويشنز ازاي تتعامل مع ديفرنشال ايكويشنز؟ بس بدل ما تيفولف كده زي ما انا كنت راسم هنا كده يوكلوديان سبيس بتاع يو دبليو اللي هو الستيت سبيس يعني، وانت عندك انيشال كونديشن وهيفولف يعني هيتحرك مع التايم في يوكلوديان سبيس، يقول لك لا ده هيفولف على كيرفي سبيسز. كوره مثلا، وادي هايبر سفير يعني سفير بالدايمنشن بتاعتك اربعه رباعي الدايمنشن خماسي، والانيشال كونديشن تيفولف على كيرفي سبيس. فهي يعني ايه ماثماتكس يعني، ومعقده جدا يعني اللي هي الديفرنشال جيومتري. ولما تيجي تعمل كنترول باستخدام الديفرنشال جيومتري هي دي الجيومتريك كنترول ثيوري. انا ما اعرفش فيها كتير، اخد فيها كورس ان شاء الله قريب، بس هي معقده ماثماتيكال قوي يعني. بس اللي اتعلمته منها اللذيذ الانترستنج فيها ايه؟ التول دي، انت لو عندك سيستم عامل كده ماس اكسلريشن وعندك كوريوليس كومبوننت وكونفجريشن ديبندنت فورسز زي مثلا جرافيتي ودامبنج او ايرودايناميك فورسز نون كونسرفاتيف يعني وخلاص، والجزء بتاع الانبوت داخل فين في السيستم، ده احنا بنسميه انبوت فيكتور فيلد. ده مثلا حاجه عامله كده يعني، ده اكس 1 دوت 2 دوت 3 دوت اند سو اون، ادي الانبوت يو 1 وادي الانبوت الثاني يو 2، وهنا ده possibly يبقى functions من الاكسات يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3 سكويرد ساين اكس 3 اند سو اون، ده بنسميه input vector field. تمام، وده الانبوت الفعلي اللي هيبقى function في التايم بقى اللي انت ايه بتدور له على كنترول له ازاي اغيره مع التايم عشان احسن اداء السيستم. ده الانبوت فيكتور فيلد وده الانبوت ويف فورم. تمام، ماشي. سيستم المعادله دي بتغطي كلاس واسع جدا من الميكانيكال سيستم، صح؟ تقسم على او يعني تقلب الماس وتوديها الناحيه الثانيه، وبعدين ممكن تكتبها في ستيت سبيس فورم. السيستم ده لو بيساتسفاي ستراكشر معين، ستراكشر معين تحديدا، كل دول اوريدي فيكسد الا ده. ده هو رخم، ده السورس النون كونسرفاتيف فورسز اللي في السيستم ده. لو كان بولينوميال من الكيو دوتس، وهو الحمد لله بولينوميال في حاله، هو عندنا جاي من ايرودينامكس. ايرودينامكس تبقى كوادراتيك في السرعات، صح؟ فعندنا بيبقى كوادراتيك مع اسامشن بسيط في الايروداينامكس، يطلع كوادراتيك في السرعات. فاذا لو ده كان كوادراتيك في السرعات او ان جنرال بولينوميال من السرعات بتاعت السيستم، فالسيستم ده لما اكزيبت الاستراكشر ده بتلاقي عندك شويه اللي براكتس دول بتفانش. ايه اللي براكت؟ اللي براكت شويه تفاضلات لفيكتور فيلدز مع بعضها، يعني فيكتور فيلد ده بتاع الانبوت مع الفيكتور فيلد الثاني شويه تفاضلات مع بعضهم. ولو الايدنتيتيز دي حصلت، تيجي تعمل افريجنج للمعادله اللي فوق، تلاقي بقى نركز في الحته دي. هو اصلا ما فيش تايم في كل دول، ما فيش اكسبليسيت تايم ديبندنس الا في الحته دي. فلما تيجي تعمل افريجنج كل دول هينزلوا زي ما هم الا ده. الجيومتريك كنترول ثيوري بقى قالت لك ايه؟ قالت لك ان ده هينزل بستراكشر معين. ايه هو؟ هينزل بحاجه اسمها سيمتريك برودكتس. دي سيمتريك برودكتس دي برضو هي مجرد تفاضلات للفيكتور فيلدز مع بعضها. الفيكتور فيلد الاولاني مع نفسه، الفيكتور فيلد الاولاني مع الثاني، الثاني مع نفسه، الثاني مع وهكذا مع الثالث اند سو اون. ماشي، يعني ايه اللي انا استفدته من الاخر؟ يعني اوكي ماثيماتكس شغال، بس ايه اللي انا استفدته؟ استفدت حاجه مهمه جدا. انا بقول لك اللي هينزل في الافرج الداينامكس بدل ده هيبقى ده. ما ده في الاخر فيكتور برضه. يعني ايه؟ يعني من الاخر حته السيمتريك برودكتس دي بتقول لك الدايركشنز اللي انت تقدر تجنريت فيها فورسز على الافرج الداينامكس. يعني ابسط مثال الكنبات الكار، انا عايز اركن بارلل باركينج، ما عنديش اوثوريتي ان انا احرك في الواي دايركشن.
ان عندي فورورد وعندي ستيرنج صح؟ ما اقدرش جنريت في الواي بيور واي دايركشن. لما تيجي ده لينير اناليسيس يقول لك كده ما تقدرش. السيستم كمان يطلع لينيرلي ان كنترولبل السيستم ده ما اقدرش جنريت في الواي خالص. طيب لما تيجي تشتغل بقى الشغل ده رايت اواي على طول انت عندك الايكويشنز اوف موشن، مش عايز اعمل ولا اناليسيس، انا كل اللي اعمله عندي الايكويشنز اوف موشن اروح اعمل شويه التفاضلات دول عشان اجيب السيمتريك برودكت. جبت السيمتريك برودكت تيلز يو رايت اواي الدايركشنز اللي تقدر تجنريت فيها فورسز اون ذا افريج الداينامكس. معايا يا شباب؟ دي مهمه جدا. يعني انا لو ما كنتش اقدر اجنريت في الواي بوسيبلي ممكن بحركات معينه اقعد اعمل كده مع نفسي، يعني فاهمين قصدي ايه، شويه اوسيليشنز ممكن اون ذا افريج الاقي نفسي اتحرك في الواي، وده فعلا بيحصل. احنا جربناه على فلابينج بليت كده واقف وين تانل هو بيتحرك في الزد في الدايركشن ده، يعني anyway في الدايركشن ده وبيلف، هو عنده اثنين اكتويترز الدايركشن ده والتورك، فدي ان اكتويتد وجاله داون وورد فري ستريم، فهو ما بيتحركش في احنا ما هو مسموح له يتحرك بس ما فيش اكتويتر يحرك في الدايركشن ده. فاولا احنا عايزين نشيل ويت ونبالانس الاستاتيك فريكشن اللي جاي من الهواء اللي فوق، ثانيا نبدا نحرك. وهات شوف يعني احنا بالجيومتري كنترول ثيوري تقدر تقعد تلعب بالبليت ده كده شويه، في فيديوز لذيذه بس مش معايا دلوقتي، تقدر تخليه تراك اي ريفرنس سيجنال في الواي دايركشن. هو ما كانش في اي كنترول اوثوريتي على دي، وكمان كان لينيرلي ان كنترولبل في الدايركشن. فدي نون لينير كنترول تكنيك، دي احد التولز اللي في العنوان الكبير اللي اسمه جيومتري كنترول ثيوري، حته السيمتريك برودكت. اللذيذ بقى في ايه؟ ده الفيرست اوردر افريجنج، السكند اوردر افريجنج بتلاقي كونتريبيوشنز بس ضعيفه قوي من 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 حاجات ثانيه يعني. بس اني واي تعال نرجع كده للمعادله بتاعتنا دي، المعادله اللي هي بتغطي كلاس كبير من الميكانيكال سيستمز. بيقول لك لو الانبوت ويف فورم بتاعتك بتساتسفاي تو كونديشنز دول اللي هو زيرو مين والكونديشن الثاني، ذن دي افريج الداينامكس بتاع السيستم اللي فوق هيبقى بالمنظر ده، اللي هو زي ما قلنا تيبيكالي ده هينزل زي ما هو كلهم، وده الوحيد اللي هيستبدل بحته السيمتريك برودكت. السيمتريك برودكت ان جنرال ده فيكتور زي ما بقول لكم، فيكتور من كومبوننتس 1 2 3 ممكن يبقى مثلا في الاخر السيمتريك برودكت ده اكس 1 بار سكوير اكس 1 بار ساين اكس 2 بار اللي هم الافريج فاليوز بتاعتهم يعني. فهو ان جنرال فانكشن من الستيت فاريبلز بتوعك ماشي، وفانكشن من ايه تاني؟ من السيستم بارامترز اللي هم مثلا عندنا في المايكرو اير فيكل، مكان الهنج بالنسبه للطياره، مكان الهنج بالنسبه للوينج ماشي. فاحنا بما ان هو فانكشن في الاكسات احنا ممكن نيفالويته عند بوينت معينه ولتكن الاوبريتنج الهافر مثلا الاوريجن، هنيفالويته عند الاوريجن. يبقى ايه؟ ان هو فانكشن في البارامترز بتاعت السيستم صح؟ فممكن نفورميليت بارامتر اوبتمايزيشن بروبلم ان احنا نشوف احط اخد الفاريبلز دي بكام اللي هي البارامترز على السيستم، الهنج لوكيشن والمكان الوينج فين بالنسبه للطياره، بحيث ان انا اماكسمايز كومبوننتس معينه. ما انت لو عملت ماكسمايزيشن مثلا للكومبوننت الاولانيه ده معناه ايه؟ معناه انت بتماكسمايز الاكسلريشن بتاع الافرج الداينامكس بتاعت البادي كله، يعني تخلي الفيكل مانوفرابل اكتر رايت اواي، بتاثر في المانوفربيلتي بتاعت الفيكل بدون نقاش صح؟ فهي دي نقطه، دي تبقى اوبتمايزيشن بروبلم لذيذه جدا. انت فين البارامترز بتاعت الفلابنج مايكرو اير فيكل دي اللي تديني في الاخر سيمتريك برودكت كومبوننتس معايا سيمتريك برودكتس ماكسمايزد. هي القضيه كلها ان هي سهلت لك حته الجيومتريك كنترول ثيوري، سهلت لك ازاي؟ عندي كويشنز اوف موشن، الخطوه اللي بعديها على طول معايا سيمتريك برودكتس، قالت لك ازاي تحسب الدايركشنز اللي فيها الاكسيشنز بتاعت الافرج داينامكس او الفورسز بتاعت الافرج داينامكس. فدي احد البروبلمز اللي ممكن تو بي فورمولييتد. البروبلم الثانيه اللامدا الماتريكس دي عباره عن ماتريكس جايه من دبل انتجرالز للويف فورم. ما احنا برضو ممكن نفورمولييت كالكولس اوبريشن بروبلم such that ان الويف فورم بتاعتنا عشان نجيب كنترول له بقى الويف فورم بتاعتنا ساتسفاي الكونديشنز دي وتماكسمايز لامدا. مع نفس الكلام لو عملت ماكسمايزيشن للامدا فهي رايت اواي بتافكت الاكسلريشن بتاع الافرج الداينامكس اللي هي المانوفرابيلتي بتاعت الفيكتور. فانت ممكن تعمل اوبتمايزيشن بروبلم للبارامتر بتاع السيستم، اوبتمايزيشن بروبلم للويف فورم حركه الجناح بحيث تاثر في الايه؟ في المانوفرابيلتي بتاعت الفيكتور. فده ببساطه يعني
ممكن الجيومتري كنترول ثيوري تستخدم في ايه؟ في شغل الفلابينج فايل. كده احنا خلصنا جزء الكنترول. اخش اخر حاجه خالص في الموضوع ده كله، هي بصراحه دي بالنسبه لي من ألذ الحاجات، يعني حته الاكتويشن ميكانيزم. ايه موضوع الاكتويشن ميكانيزم؟ بنروح على كده وملوش اي علاقه باللي فات خالص، يعني اللي ما فهمش اي حاجه مش مشكله، ممكن نبدا من اول وجديد. ملوش علاقه ملوش علاقه يعني. احنا قلنا امبارح ان الهافرنج عاده بيعملوا الحشرات انسكتس، وعاده حركه الجناح اولموست هوريزونتال، رايح جاي رايح ويقلب في الاخر ويرجع عن سوق رايح جاي. تمام، ليه رايح بانجل فتاك معينه؟ خلاص في ليفت ودراج لورا وراجع بانجل فتاك سيمتريك اير فويل، فلما بقلب مفيش نفس الكلام، بقلب وارجع بنفس الانجل فتاك يبقى برده ليفت نفس الليفت اولموست، فبيأوجمنت بعضه والدراج بيعكس بعضه، الدراج اتشال ويبقى عندي ليفت في الاخر فوق يشيل الويت. اما في الفورورد فلايت ما ينفعش، فورورد فلايت لازم في بلانجنج. ليه؟ لان انا لما بنزل كده والفري ستريم جاي فورورد فلايت عن في فري ستريم، فبيبقى الريلاتيف اير سبيد، الريلاتيف اير سبيد عامل كده يتلت مع الليفت فيكتور، فيبقى في كومبوننت فورورد ثراست وكومبوننت ليفت. وبرده في الاب ستروك يبقى في كومبوننت فورورد ثراست بس يبقى في ليفت اقل، او ممكن حتى نيجاتيف ليفت يطرح الليفت اللي فات شويه. فدي من يعني بدون نقاش في الهافرنج انا لازم يبقى عندي كومبوننت هوريزونتال، وفي الفورورد فلايت لازم يبقى عندي كومبوننت بلانجنج فيرتيكال. وبما ان انت لو بتصمم مايكرو اير فيكل فهي كلها قد كده، فانت ما ينفعش تحط اثنين اكتويترز لكل جناح، اللي هو واحد يحرك لي قدام ورا واحد يحرك لي فوق وتحت، مفيش مكان. فبالتالي احد الحاجات اللي في الميشن ستيتمنتس بتاعت الديزاين بتاع المايكرو اير فيكل، انت هتستخدمها فورورد فلايت ولا هافرنج؟ قولا واحدا. تمام، دي ما فيهاش نقاش سو فار لحد دلوقتي، يعني مفيش، مش هتلاقي انسكت صغيره او 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 مايكرو اير فيكل بحجم الانسكت تعمل الاثنين، ده اصلا لو عملت هافرنج يبقى كويس قوي. طيب فدي النقطه، خلصنا من المشكله، احنا عرفنا المشكله، خلاص عرفتوا ايه المشكله؟ ان انا مش عارف اعمل الحركتين، يعني عمري ما هعرف اجيب انا سو فور، يعني مش هينفع احط اثنين اكتويترز بحيث واحد يحرك لي كده واحد كده، او طالما ما فيش اثنين اكتويترز هعمل ايه يعني؟ تعمل كده ازاي؟ لا، هو اللي ممكن تعمل ان انت تعمله مايل، حس مايل يعني كده تحرك، اصل انت هتحركه في بلين فاينلي، اكتويتر واحد هتحركه في بلين، البلين احنا بنتكلم هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ طب انا هحركه مايل، ماشي مايل، يعني هيبقى ليا كومبوننت هوريزونتال ويبقى ليا كومبوننت فيرتيكال، بس انت كده ضيعت الافشنسي تماما. هيبقى ليك كومبوننت فيرتيكال حيث لا تحتاج الفيرتيكال، وهيبقى ليك كومبوننت هوريزونتال حيث لا تحتاج الهوريزونتال، يعني انت فاهم كومبرومايز. هو دايما الكومبرومايز مش از نوت ا سولوشن. يعني قول عايز تقول ايه؟ المفروض ان نعمل حركه شبه الاليبس، ازاي؟ يبقى كاني بعمل بلانجنج وفي نفس الوقت بعمل فورورد موشن في نفس الوقت. عايز اثنين اكتويترز، اصل انت يعني اكتويتر يعمل كده. فين انت بتقول هيعمل كده؟ من اي حركه فيرتيكال ضاع الايفكت بتاعها، والعكس بالعكس، اي حركه هوريزونتال اولموست ضايعه. المشكله وصلت، ماشي سيبها بقى على جنب، تعال نشوف الساتوريشن فينومينا. هي دي اللي انا بقول عليها لذيذه، فيري انترستنج الساتوريشن فينومينا. انا شخصيا يعني اي ابريشيت جدا. ايه الساتوريشن فينومينا دي؟ دي فينومينا في النون لينير داينامكس. لو عندك سيستم فيه 2 ديجريز اوف فريدم، يو 1 ويو 2، والمودرنج بتاعه جاب لي الترمين دول، خلي بالك بقى الترمين دول مهمين قوي، يو 1 ويو 2 ويو 1 سكوير، المعادلتين كابلد عن طريق اليو 1 يو 2 وعن طريق الايه اليو 1 سكوير ده. بص دي هنا يو 2 هي الفورسد، هي الموشن الفورسد، صح؟ يعني انا عندي فورس بتافكت اليو 2، ما عنديش فورس بتافكت يو 1، ماشي لذيذ. فانا لما ادي فورس، لما اخلي الفورس دي بامبليتيود معين، ايه اللي هيحصل؟ متوقع ايه؟ متوقع ان يو 2 دي توسليت معايا بستيدي ستيت، يعني ستيدي ستيت كيس ان يو 2 تفضل توسليت زي ما الفورس بتوسليت ويو 1 تموت، صح؟ طيب لقوا ان لما الكونديشنز دي تحصل، ايه الكونديشنز دي؟ بفي عندي اكسترنال ريزونانس، يعني الاوميجا دي تبقى قريبه جدا من الناتشرال فريكونسي بتاعت الاكتويتد مود، هي اوميجا 2 زائد رقم صغير، يعني قريبه مش لازم تبقى اكزاكت زيها، ماشي؟ ويبقى عندي كمان مش اكسترنال ريزونانس بس، يبقى عندي انترنال ريزونانس.
ايه انترنال ريزونانس ده؟ ان اوميجا 2 تبقى الناتشرال فريكوانسي بتاعت المود ده ضعف الناتشرال فريكوانسي بتاعت المود الاولاني 2 اوميجا 1. ايه اللي بيحصل عنه؟ اللي بيحصل ان كان الدايناميك ايكويشنز دي كانت بتوصف حركه الداينامكس بتاعت الشيب. والراجل فراود اللي هو فراود نمبر ده قال زمان في 1800 وشويه لقوا ان في بعض السفن السي كيبنج بتاعها بيبقى رخم وفيها undesirable characteristics بتعمل حاجات غريبه شويه. هو الذكاء بتاعه ان هو ربطها بالناتشرال فريكوانسيز. قال ده كل السفن بيحصل معاهم كده عندهم الخاصيه دي. الناتشرال فريكوانسي بتاعت الرول او البيتش ضعف الناتشرال فريكوانسي بتاعت الرول. لما جم ناس من نون لينير داينامكس في الثمانينات ودرسوا النون لينير دايناميك اناليسيز على المعادله دي بالخاصيتين دول لقوا الايه؟ لقوا ايه؟ ان والله لو الامبليتيود بتاعت الفورسنج اقل من قيمه معينه ايه اللي بيحصل؟ السوليد ده اللي هو الستيدي ستيت امبليتيود بتاع اي 1 اللي هو مش اكتويتد فمنطقي يبقى زيرو طبعا. والتاني الستيدي ستيت امبليتيود اللي هو اي 2 نقط الستيدي ستيت امبليتيود بتاع اليو 2 اللي هو الفورسد بيتغير لينيرلي مع الفورس ده فيري لوجيك صح. بس لو زادت الفورس عن قيمه معينه في وجود التو كونديشنز دول ايه اللي بيحصل؟ الاكتويتد مود اللي انت بتحركه بايدك ده تيجي تزود الفورس بتاعته ما يزيدش الريسبونس يساتوريت مهما تزود ما يزيدش الفورس. والتاني اللي هو ان اكتويتد ما فيش فورس بتحركه هو اللي بدا يزيد مع الفورس. طبعا هو الكونديشنز نادره ان هي تحصل بس الفينومينال فيري انترستنج. انت قدرت تعمل انرجي ترانسفير من اكتويتد مود لنون اكتويتد مود او ان اكتويتد مود. ايه؟ لا مش زي الايلون ريفرس. ف وصلت ايه بقى اللينك ما بين ده واللي احنا قلناه من شويه؟ المشكله اللي عندنا قبل ما نروح المعادلات دي ما استخدمتش كده فقط لتفسير ظاهره ان في شويه سفن اتعملت. بيشتغلوا عليها كتير جدا. قال لك ايه؟ قال لك لو انا عندي سيستم مثلا سيستم زي كده سيستم ده اوسيليتوري سيستم وعندي كنترول اوثوريتي عليه اي كنترول هنا مثلا نيو ولا حاجه. طب ما انا اروح احط الكنترول ده يتغير اكوردنج للديفرنشال ايكويشن دي بالمنظر كده. يعني ايه كده؟ مش فاهم. يعني هتفيد باك اليو 2 اللي بتاعتك دي جوه الديفرنشال ايكويشن بت ابديت الكنترول اكشن بتاعك. ايه اللي يحصل؟ لو الفورسنج دي زادت عن حد معين انت كده هتعمل ساتوريشن في الديجري اوف فريدم اللي انت عايز تعملها دامبنج. يعني عندنا ديجري اوف فريدم والفرصه هتقعد تزيد دي هتزيد معاها وانا مش عايز ازيد عن حد معين. اعمل ايه؟ اعمل كده ديفرنشال ايكويشن جنبها تابديت الكنترول اكشن بتاعي بس بنفس الايه الكونديشنز دي بنفس التوليفه دي بحيث اسبريس الموشن بتاعت يو 2 دي ما يخليهاش تزيد عن حد معين. عملوها فين؟ عملوها في الفلتر. الفلتر بتاع الطيارات لو ده معادله اللي بتوصف الفلتر اللينير فلتر حط هنا الاكتويتنج تورك بتاعه خلى الاكتويتنج تورك ده تو بي ايفولفد من ديفرنشال ايكويشن بالمنظر ده بحيث الامبليتيود بتاع الفلتر يساتوريت. وعلى فكره اقدر اقدر اتحكم في القيمه بتاعت الساتوريشن دي ممكن اوطيها كمان لو انا عاوز. خلى الامبليتيود بتاع الفلتر يبقى ساتوريتد وبقيمه واطيه جدا ودي اللي بتزيد. ايه دي؟ دي مثلا كرنت بتاع الديفرنشال ايكويشن في انالوج سيركت او رقم على الكمبيوتر وات ايفر. اتعملت منشوره في جورنال اوف اير كرافت في الكنترول بتاع الفلتر. فبيستخدموها كتير قوي في السبريشن بتاع ايه؟ بتاع اي اوسيليتورز عموما فلتر او مش فلتر. ايه بقى اللينك ما بين ده واللي احنا قلناه من شويه؟ اللينك موجود ان احنا انا عندي هافرنج اللي هو رايح جاي. ولما انا عاوز اقلب فورورد فلايت انا عاوز اقلب الموشن دي اللي انا حاطط لها اكتويتر يحركها اقلبها تبقى فيرتيكال صح؟ طيب ما دي هي اولموست ذا سيم بروبلم. نخلي الايكويشنز نحاول نخلي الايكويشنز قريبه من المنظر ده ونتيون البارامترز بحيث تبقى فيها اكسترنال وانترنال ريزونانس وير دان صح؟ فدي اللي احنا عملناها دي كانت اكتر الحاجات اللذيذه يعني.
الهليكوبتر فين؟ ازاي؟ في ريزونانس صح؟ في ريزونانس بس ما فيش الانرجي ترانسفير. تفرق اصل دي عايزه انترنال اكسترنال وانترنال ريزونانس. دي الحركات بتاعه الوينج اللي هو الفاي والايتا والثيتا اللي هي البلانجنج اللي اتكلمنا عليهم. ودي الايكويشنز اوف موشن. المشكله هنا الايكويشنز اوف موشن في نقطه بس معلش قبل ما امشي حته الساتوريشن فينومينون في نقطه مهمه جدا هي شويه حاجات لازم تظبطها. اولا شايف الترمات دي لازم تبقى كوادراتيك نون لينيرتيز مستحيل تحصل مع اي حاجه غير كوادراتيك نون لينيرتيز ولازم يبقى فيه التو كونديشنز دول اكسترنال وانترنال. للاسف الايكويشنز بتاعت الفلابنج وينج يعني احنا واخدين بقى الايكويشنز بتاعت الوينج دلوقتي اول مره نشوف الايكويشنز بتاع وينج شخصيا بتحرك مش الطياره كلها كيوبيك نون لينيرتيز. هتلاقي فاي نتكلم على فاي وثيتا هم الديجريز اوف فريدم فاي وثيتا فاي وكوساين سكوير ثيتا كيوبيك نون لينيرتي فاي ساين سكوير ثيتا كيوبيك نون لينيرتي. هنا فاي دوت سكويرد ساين 2 ثيتا كيوبيك نون لينيرتي كلها كيوبيك نون لينيرتي للاسف. فنعمل ايه؟ قمنا حاطين سبرينج في الدايركشن ده واحنا بادي دي بدء كده كل عملنا ان احنا سمحنا بالحركه دي بس ودي المعادلات اللي بتوصف الحركه بتاعت الزاويه دي والزاويه دي. فحطينا سبرينج في الدايركشن ده ليه؟ سبرينج في الدايركشن ده هيساهم في انشاء اكوليبريم. فلما تعمل اكسبانشن للترجنومتريك فانكشنز دي حوالين اكوليبريم يطلع لك الكوادراتيك نون لينيرتي. فحطينا كي ثيتا ثيتا ده ادي يبدو ان انا مش حاطط الايكويشنز اوف موشن بعد ما اتحطت الكوادراتيك نون لينيرتيز. anyway ماشي حطينا عملنا الكوادراتيك نون لينيرتيز ولقينا للاسف الشديد طبعا عشان تظبط بقى الناتشرال فريكونسيز اللي هي الاكسترنال ريزونانس والانترنال ريزونانس تلاقي ان هي بتفرض عليك قيم سبرينج معينه. فقيمه السبرينج لما اتفرض علينا طلعت كبيره وخلت الاكوليبريم صغير قوي. ثيتا اكوليبريم دي صغيره سبرينج تقيل فثيتا اكوليبريم صغيره قوي. ثيتا اكوليبريم صغيره ما تيجي تكسباند حوالين ثيتا اكوليبريم صغيره كيوبيك نون لينيرتيز تطلع لك برضه الدوميننت هما كيوبيك نون لينيرتيز والكوادراتيك نون لينيرتيز صغيرين جدا ما يعملوش الفينومينال. فاضطرينا ان احنا نزود من عندنا فيدباك تيرمز فيها الكوادراتيك نون لينيرتيز انا احطهم عافيه. ما حطيت الكوادراتيك نون لينيرتيز اللي هي بالفيدباك خلاص دان يور دان. طبعا المشكله الرياضه بتاعتها برضه معقده عشان تروح نون لينير داينامكس تستخدم الميثود اوف مالتيبل سكيلز اللي هو تحل اوردر ايبسون زيرو ايكويشن اللي هي لينير ايكويشن تجيب سوليوشن بتاع لينير ايكويشن بعدين تجيب سوليوشن بتاع نون لينير ايكويشن اللي هي فيرست اوردر بعدين تروح تيمبوز ما يسمى بالسولفابيلتي كونديشنز يعني خطوات 1 2 3 4 ما فيهاش تاليف بتاعه الميثود اوف مالتيبل سكيلز اللي هي بتجيب ابروكسيميت سوليوشنز لنون لينير ديفرنشال ايكويشنز. في الاخر بتوصل للمعادلات دي اللي هي ستيدي ستيت ايكويشنز للاي 1 والاي 2 اللي هم الامبليتيودز بتاعه الحركه دي والحركه دي. اي 1 هي بتاعه البلانجنج و2 بتاعه الايه الفلابنج باك اند فورث فلابنج. الجامز هم الفيس شيفتس تمام. تيجي تلاحظ بقى هنا اهو واضحه هنا اللي كنت قلته من شويه على الساتوريشن هتلاقي واضح هنا قدامك بالمعادلات ازاي. بص كده لو اي 1 بزيرو اي 1 بزيرو المعادله دي بقت تريفيال اي 1 بزيرو المعادله دي بقت تريفيال دول راحوا فبقى عندك معادلتين في اي 2 وجاما 2 طبعا انت جيفن الفورس اللي انت بتديها والدلتاز دي كلها شويه بارامترز يعني والميو فتقدر تحل المعادله في اي 2 وجاما ويطلع لك الايه النو ساتوريشن سولوشن اللي هو ده اللي هو المنطقي الامبليتيود بتاعه الاكتويتد موشن لينير مع الفورس اللي هي بتعمل لها اكتويشن منطقي جدا والاي 1 ستيدي ستيت بزيرو. بس لو اي 1 مش بزيرو فانت ينفع تقسم عليه اقسم على اي واحد في المعادلتين اللي فوق فتلاقي عندك معادلتين في مين؟ في اي 2 وجاما 1 حلهم في اي 2 وجاما 1 يطلع لك اي 2 اندبندنت من الفورس ما فيهاش فورس الامبليتيود ستيدي ستيت امبليتيود بتاعت الاكتويتد مود اندبندنت من الاكتويتنج فورس ساتوريشن فينومينال وتحل معادلتين تانيين في اي 1 تطلع اي 1 بس طبعا عشان ده يحصل لازم الفورس يبقى اكبر من حد معين بحيث تتخطى مين؟ الجاما 2 ديت اللي هي الليمت ساتوريشن فينومينال تيجي تجربها عندك
ادي امبليتيود عادي جدا وابعد الجينز عن الساتوريشن، تجيب الفلابنج العادي. الفلابنج انجل 15 درجه اللي انت محتاجها في الفلابنج باك اند فورث، ودي اولموست بواحد درجه غصب عنك يعني ضايع منها واحد درجه. تيجي تعمل تخلي الجينز يبقوا تيوند على الساتوريشن فينومينون، تلاقي الفلابنج امبليتيود اولموست بقى زيرو، ما بقاش فيه باك اند فورث، والموشن كلها ترانسفيرد للبلانجنج دايركشن ب 15 درجه امبليتيود. لو عاوز اكتر زود زود الفورس طلع لك 30 درجه، وده برضو زيرو ستيب. وهنا تلاحظ ان هي ساتوريتد، وساتوريتد على قيمه صغيره، ظبطنا على قيمه صغيره بحيث تبقى زيرو. And that's it. اي كويشنز؟ كويشنز؟ دلوقتي انت تقدر تعمل ايه؟ ببساطة شديدة، ادي مايكرو اير فيكل، حط اكتويتر واحد. حلو كده؟ انا بعمل هافرنج. عايز انتقل لفورورد فلايت، اللي هو اصلا ما كانش ينفع يتعمل زمان باكتويتر واحد. عايز انتقل لفورورد فلايت، هعمل ايه؟ الاول نعمل شوية اسيمتري في الحركة دي، ليه؟ عشان اجيب فورورد ثراست افيشنت ولا مش افيشنت، المهم ان انا اجنريت شوية فري ستريم. لان الحركة دي عمرها ما هتديك أي حاجة إلا لو في فري ستريم أصلا. جنريت شوية فورورد موشن تجيب منها فري ستريم، بعد كده تتيون الجينز ان هي تعمل ساتوريشن، تتقلب دايركتلي لمين البلانجنج، وتطير زي البيرد بالظبط، مفيش اي حاجه معاك. اي ايه دي؟ دي احنا ما طبقناهاش اس اصلا، ما نشرناش، يا دوبك كتبنا بيبر بس ما نشرناش على الفلابنج، يعني عمرها ما اتطبقت على الفلابنج، بس هي اتطبقت زي ما في الفلاتر. الراجل اللي هناك ده عاملها على الطاره بتاعته، عنده طاره خاصه عاملها على الطاره بتاعته، يعني طبقوها في الفلاتر وطبقوها في شويه حاجات ثانيه. ساتوريشن فينومينون شافوها، وعند يعني في اللاب هناك في المركب اللي هي، والفيديوز موجوده بتاعت المركب دي، اللي هي لما تزيد الفورس بتاعت الامبليتيود بتاعت الامواج عن حد معين وفي تيوننج. كان زمان ما فيش رولينج خالص، هو كل الموضوع في البيتشنج، تلاقي البيتشنج بدا خلاص يثبت، والتاني هو بقى فيه حركه كونسيدرابل في الرول باينه يعني. بس دي ما جربناش عملي، ما نشرناش اصلا لسه يعني. حد عنده سؤال؟ ايه اللي هيتعمل فين؟ اللي هيتعمل كتير يعني. ما تفكش اللي فات انت لو كحيت اي حاجه من الحاجات دي هتطلع صوت الدكتور. حد عنده سؤال يا شباب؟ في كل اللي فات خلاص احنا خلصنا يعني. خلصنا خالص. هو المسألة كده ليه فلوس جزء كده؟ طبعا عارف ان الحجم صغير في العالم. بس هو ما فيش لها يعني ما فيش مشكلة في الاستراكشر طبعا، فتيج برنامج مشاكل في 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 فايبريشن طبعا. طبعا. يعني ولا دي مش يعني تأثيرها مش كبير. او يعني مش فتيج يعني ما اعرفش انا سمعت طبعا الايشو بتاع الفتيج واضح ان هو هيبقى كونسيدرابل جدا نتيجه الاوسيليشنز بس هو يمكن زي ما بقول لحضرتك الموضوع ريلاتيف لنيو، بحيث ان احنا لسه ما حدش فكر في الفتيج ده خالص. بس الاستريس اناليسيس، في ناس بتشتغل ستريس اناليسيس وتدخله مع الايرو داينامكس، يعني يعمل ايرو الاستيك اناليسيس وايرو الاستيك فلايت داينامك اناليسيس بتاع. يعني ممكن نوصل ان انا عندي جسم عامل له دايناميك لود، عامل له اكسترنال فورس. صحيح. طبعا 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 يعني مساله غنيه مش يعني بيشتغل في ناس بتشتغل فيها. اه يعني طبعا 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 طبعا. بس هو الحجم قد ايه تقريبا؟ الوزن والابعاد؟ لا الحجم كله قد كده. هو صغير قوي كده. اه يا طبعا طبعا يعني فهو يعني زي الحاجات دي مهمله شكلها يعني يعني الفليكسبل يعني الريديوس بنتكلم في يعني 7 سم ولا حاجه، اللي هو الريديوس بتاع الجناح، دول الجناح كله 7 سم يعني. المشكله منطقيه يا ماي بيرفكت. مصطفى رمضان بيحب يسميها نانو. انا برضه بشخصيه بفضل لا يعني المايكرو ليفل اللي احنا متعودين عليه ده مايكرو. اي اسئله يا شباب؟ ما بقول لك هو مصطفى رمضان بيحب يسميها نانو، هي دي بيسميها دي نانو ايرفكت. حد عنده اسئلة؟ طيب خلاص. شكرا جزيلا يا شباب، شكرا جزيلا بشكل جدا، ربنا يكرمك.
الحشرات والهضم.